السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. بلا ما أوصيكم على لايك سبسكرايب وتشاركوها مع الناس اللي قرب ليكم، كتروا من لي كومنتار باش تطلع لا فيديو. مشينا معكم يوسف، عندي 34 عام، خدام انجينيور في واحد الشركة ديال الصيد البحري. كندوز معظم الوقت بعيد على الدار بحكم الخدمة ديالي، حيت كنا ديما في الباطوات. الخدمة ديالي ما كانش فيها تمارة بزاف، الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش حامل هي الوقت اللي كان ندوزو بعيد على مراتي وعلى ولادي بزوج، مراتي زهرة وولدي حسام وبنتي مريم. انا عارف باللي مقصر في حقهم بزاف وخاصني ندوز وقيت اكثر معاهم، ولكن هادشي ماشي لخاطري. كنتسنى لي فاكونس بفارغ الصبر باش نجلس معاهم. انا مزوج زهراء 6 سنين، هادي ما عمرنا دابزنا ولا عقلت كان بيناتنا شي صداع. حياتنا كانت ترونكيل حتى العام اللي فات. حسام ولدي مرض وانا كنت مسافر وما قدرتش ناخد كونجي باش نجي نشوفه، حيت كان مشكل في الباطو اللي انا فيه وكان خاصني نبقى تماك. زهرة بقات مع حسام في لوبيتال، ولكن زاد عليه الحال بزاف، حتى عيطات ليا وهي كتبكي، قالت لي حسام ولدنا مات. قلبي تقبط عليا، هاد الخبر نزلت عليا فحال الصاعقة. كنت كنلوم راسي وكنقول انا السبب، ما نستاهلش نكون اب، حيت ما قدرتش نكون في جنب ولدي في وقت بحال هذا، لدرجة انني فكرت نخرج من ديك الخدمة نهائيا. كان يحسب لي بلي زهرة غتقلق مني وغتحملني انا كامل المسؤولية في داكشي اللي طرا، ولكن زهرة صدماتني ملي قالت لي ولدنا راه مات بسبب السحر اللي دار لينا، خاصنا نعتقو راسنا قبل ما نموتو كاملين واحد مورا الاخر. انا عارف بلي السحر مذكور في القرآن، وعارف بلي راه كاين، وعارف بلي اي واحد يقدر يتعرض للسحر، ولكن داكشي كيكون كامل بمشيئة الله. ولكن زهرة مراتي كانت موسوسة بزاف من هاد الناحية، اي حاجة طرات كترجعها للسحر، ولات كتوقع اي واحد فينا يقدر يموت في اي وقت، لدرجة ان مريم الا جابت شي نقطة خايبة في شي امتحان كتقول لي راه هادشي بسبب السحر. حتى انا ملي كنت كنسافر برا المدينة كانت ديما كتقول لي بلي دايري لينا شي حاجه باش نتباعدوا على بعضياتنا. ملي كنت كنبدا نتغاوت معاها باش تحيد هاد الافكار من راسها، كانت كتبدا تقول لي انت اول مره غتغوت عليا بهذه الطريقه، اكيد هادشي عنده علاقه بالسحر. زهره مراتي قاريه ماشي شي وحده اللي جاهله، السبب اللي خلاها مهووسه بهذا الشيء هي الموت ديال ولدنا حسام، والهضره ديال اختها حنان اللي عمرات لها راسها بيها. هاد حنان قصتها قصة طلقات 3 سنين هادي، وشي واحد دخلها في دماغها بلي الطلاق كان بسبب السحر وخاصة ضروري تفكو. حنان ولات كتمشي للفقية من فقيه لفقيه، وهاد الشي زاد كبر معاها، ولات كتمشي عند الدجالين والسحارة باش تفك داكشي اللي كان يحسب لها دايرين ليها وترجع لراجلها. ولكن من مورا كاع داكشي اللي كانت كدير وكاع السحارة اللي مشات لعندهم، راجلها كاع ما رجع. وملي مات ولدنا حسام، حنان قنعات زهرة بلي هادشي بسبب السحر، وبلي هادشي غيقتلنا حنا كاملين واحد بواحد وغيفرقها على الناس اللي كتبغي. انا كنت ديما كنقول زهرة ما تثقيش بيها، هادشي راه عادي يقدر يطرى لاي واحد، ولكن هي ما كانت كتسمع لحد من غير اختها. والغلطة ديالي انني ما كنتش قاصح معاها من الاول، مشكلة ان حنان اختها ماشي صاحبتها، يعني ما نقدرش نقول لها ما تقايش تجي لعندها وتجلسي معاها. بقيت صابر على التفكير ديال زهرة، وخا كانت كتمرضني ولكن كنت عارفها كتبغيني كيف ما كنبغيها، وكان عندي امل باللي شي نهار غادا تفيق وغترجع للوعي ديالها وتفهم بلي هادشي قضاء وقدر، وبلي حتى شي واحد ما قاضي يضر شي واحد من غير
الإرادة ديال الله، وبلي واخا إلا كان مديور ليها شي سحر خاصة ترجع لله ماشي للسحارة والفقهاء. بقاو دوك الصداعات والمشاكل بيناتنا، حتى لواحد النهار كنت خديت كونجي قبل ما يوصل الوقت ديالي بسيمانة ورجعت للدار، ما بغيتش نصولي زهرة، قلت نخليها لها سيربريز. حليت الباب ودخلت، سمعت زهرة كتهضر مع شي واحد في بيت النعاس. حليت البيت ودخلت، لقيت زهرة جالسة مع اختها حنان وجالسين كيهضرو. كنت متوقع باللي زهرة ملي غتشوفني غتفرح بحال كل مرة، ولكن ما عرفتش علاش حسيت بيها متوترة. سولتني وقالت لي ياك قلتي غتجي حتى السيمانة الجاية، قلت لها اه ولكن انا طلبتهم يسبقوا لي الكونجي. سلمت عليا وعنقاتني، سلمت على ديك اختها حنان وخا ما كنتش كنحملها، وكان ديما قلبي كيتقبض عليا ملي كنشوفها من مورا طلاقها، وانا كنحس بها ماشي حتى لتما. دارت لي ديك الضحكه الصفراء وقالت لي الحمد لله على سلامتك. خليتهم ومشيت باش نشوف بنتي ونوريها اللعاب اللي جبت ليها. بقيت معاها في البيت حتى مشات حنان في حالها، دخلت ضربتها بدوشة، من بعد خرجت باش نتعشى انا وزهرة ومريم، ولكن كنت ملاحظ باللي زهرة ماشي حتى لتما، كانت غير جالسة وساكتة ساهية وكتشوف في الماكلة ماشي بحال كل مرة. كنت فين ما كنجي كتبدا تسولني فين سافرتي شنو كليتي وشكون شفتي، ولكن دابا غير ساكتة. سولتها مالك علاش ساكتة، قالت لي انا والو غير عيانة شوية، اليوم درت الميناج للدار داكشي علاش عييت، ولكن انا كنت عارف باللي ماشي هذا هو السبب. السبب اش الله اعلم. قلت ليها حنان اختك وفوقاش جات لعندك، قالت لي يلاه جات اليوم راه ما جلساتش بزاف، انا عارفك ما كتحملهاش داكشي علاش ما كنبغيش نتلاقى معاها بزاف. قلت لها انا ما كنكرهها ما والو، هي اللي تفكيرها ماشي حتى لتما، الله يهدي ما خلق وصافي. نط باش نغسل يديا، هو يبان ليا تحت لافابو واحد البرميل صغير، كانت اول مره غادي نشوفه. جريتو وشفت شنو فيه، لقيتو عامر بالحليب. عيطت لزهرة وقلت ليها شنو هو هذا، بدات كتدخل وتخرج في الهضره. قالت لي راه حليب، قلت لها عارفو حليب، حنا فين عمرنا كنا كنديرو الحليب هنايا، وفين عمرنا كنا كنشريو برميل ديال الحليب. بدات كدور الهضره في راسها وهي تقول لي راه واحد السيده كانت دايزه كتبيع الحليب طري ديال العروبيه. قالت لي راك عارف الحليب البلدي كيف كيكون، حسن من الحليب اللي كنشريو. قلت لها ولكن هادشي بزاف راه غادي يخسر. قالت لي لا غنقسمو انا وسعاد جارتنا، انا غناخد نص وغنديرو في الثلاجه والنص الاخر غنعطيه ليها. قلت لها صافي. مشيت كنلعب مع بنتي حتى دارت اتاي وجات لعندنا، ولكن مراتي جاتني في شي شكل، اول مره غتكون ساهيه لهاد الدرجه، ما كتهضرش السيده بحال الا كتشوف شي حاجه حنا كاع ما كنشوفوها. بقيت مركز معاها حتى كيبان ليا فمها كيتحرك بوحدو بحال الا كدوي مع شي واحد. زهرة زهرة صدمات وشافت فيا، قالت لي مالك يوسف. قلت لها فاش ساهيه فاش كتفكري، قالت لي لا لا غير واحد صاحبتي عندها واحد المشكل. قلت لها اش من مشكله تاني، قالت لي غير مدابزه مع راجلها ما ديرش في بالك هاد الشي. قلت لها واخا، ولكن بالرغم من هاد الشي كامل كنت كنحس بيها ماشي طبيعيه، وتوترات اكثر من اللي قلت ليها نوضي باش ننعسو. قالت لي ها غير نوض سبقني انا غندوش وغنجي موراك. دخلت البيت النعاس، تكيت فوق السرير وبقيت كنشوف السقف، كنحس بالمخدة عالية شوية. مديت يدي تحتها وانا نلقى شي حاجة بحال الكتاب، نطت وهزيت المخدة
وانا نلقى بزاف الكتوبة مستفين حدا بعضياتهم. واحد منهم كان سميتو شمس المعارف الكبرى، واحد اخر سميتو السحر الاحمر، والاخر سميتو سخير ملوك الجن. ولكن اللي لفت انتباهي هو واحد الكتاب ما كان مكتوب عليه حتى شي حاجة، كان كيبان قديم بزاف. الفضول ديالي اداني لهذا الكتاب بالضبط، حليته كيبان ليا مكتوب بخط اليد، ولكن ديك اللغة ما عرفت نقراها، ما فهمت ساسها من راسها. كانت فيها رموز وطلاسم كيشبهوا لبعضياتهم. بقيت كنقلب في الكتاب حتى لقيت واحد الورقة مكتوبة بلغة أخرى، مكتوبة بالعربية ولكن بطريقة الكتابة القديمة بلا نقاط، يعني الشين كتكتب سين. يعني هذا الكتاب مكتوب قبل عصر الدولة الأموية، يعني قبل 1400 عام. بديت كنركز في الكلام اللي مكتوب، وكندير النقاط من دماغي وكنقرأ. مع هذيك اللحظة كتدخل مراتي، سولتها شنو هاد الشي، قالت لي هادو كتوبة ديال حنان نساتهم عندي. قلت لها كيفاش اختك كتخلي بحال هاد الشي عندك، وشنو كدير هي بهاد الكتوبة كاع؟ زهرة بقات شادة دوك الكتوبة ومصدومة ما كتهضرش. قلت لها انتي عارفة بلي هاد الكتوبة خطيرة علينا، سوا انتي ولا انا ولا حتى اختك نيت. خديت ليها الكتوبة وقلت لها هاديك اختك ما بقاش تعتب عندي هنايا، وخا يكون لي كان، وهاد الكتوبة انا غادي نحرقها. زارا خافت ملي سمعت هاد الهضرة، بدات كتقول لي عافاك ما تحرقهمش. قالت لي انا غنرجعهم لاختي غدا، وما بقيش غتشوفها عندنا في الدار. ولكن انا اللي فراسي فراسي، قلت لها غنحرقهم هي غنحرقهم. قالت لي واخا حرقهم كاملين الا هذا ما خاصكش تحرقه. خطفات الكتاب من يدي، قلت لها اري الكتاب اللي هنا. قالت لي اسمع الهضرة، انا بغيت غير مصلحتك. جمعتها معاها بتصرفيقة وخديت ليها الكتاب بزز منها. دخلت الكوزينة خديت البريكة وطلعت حتى لسطح العمارة، ولكن البريكة ما بغاتش تشعل. خليت الكتوبة وهبطت باش نجيب الوقايد. هادشي كامل وزهرة باقا في البيت ما خرجاتش، كان ظلام بزاف. خديت الوقايد وبديت كنشعل فيه، اين فوا شعلته حسيت بشي واحد تحرك من حدايا، وديك العافية اللي شعلتها طفات. شعلت وقيدة اخرى وحتى هي طفات في حالها في حال الاولى، حالي لا شي واحد كينفخ عليها. بقيت هكا حتى ساليت كاع صندوق الوقايد اللي كان عندي. انا قلت اكيد هادشي غير بسبب البرد. قررت باش ناخد دوك الكتوبة ونزل باش الناس، وغدا اول حاجة غندير هي نحرقهم. درت دوك الكتوبة في المجار ديالي وسديت عليهم بالساروت باش زهرة ما تقدرش توصل ليهم. دخلت باش الناس، لقيت زهرة ناعسة فوق السرير. انا كنت مقلق منها بزاف، ولكن بغيت نتصالح معاها حيت هذه كانت اول مره في حياتي غنمد يدي عليها. ما كنتش باغي ندير هذا الشيء. عيطت عليها شحال من مره ولكن ما جاوبتنيش، كانت مغمضه عينيها ولكن مازال فايقه. رجليها كانوا كيتحركوا، انا عارف باللي ما بغاتش تجاوبني حيت مقلقه مني، وانا بصراحة ما كنتش باغي نخليها تنعس وهي مقلقة. طفيت الضو ومشيت نعست موراها. قربت حدا ودنيها وقلت ليها ما تقلقيش. دارت لعندي وجهها في وجهي، حطات يديها على حنكي وشافت فيا عينيها في عينيا. انا بقيت مركز في عينيها وكنشوف فيها. هذاك المومود عينيها بدا كيطلع حتى ولاو عينيها كاملين بيضين. قفزت من بلاصتي، بدات كتهضر معايا بشي صوت ماشي حتى لتما اول مره غنسمعه. الصوت كان كيخلع وقال لي يا الا حرقتي الكتاب غادي تموت. دفعتها ونطت كنجري. شعلت الضوء بزربه، لقيتها ناعسه ولا ما عرفتش واش دايره راسها ناعسه.
عيط ليها ما جاوباتش، مشيت عندها كنململ فيها باش تنوض. شافت فيا وكتهضر عادي بحال الا ما واقع والو. قالت لي شنو درتي في الكتابة يوسف؟ انا بقيت غير كنشوف فيها وما فاهم حتى لعبة من داكشي اللي كيطرى. كنشوف في الملامح ديال وجهها، كان كلشي كيبان طبيعي. يمكن كنت غير كنت خايل، ولا يمكن دارت هادشي بالعاني باش تخلعني باش ما نحرقش داك الكتاب. ما كان عندي حتى تفسير لداكشي اللي شفت. بقات كتشوف فيا وكتسناني نجاوبها. بغيت نشوف رياكسيون ديالها. قلت ليها راني حرقت الكتاب. لقيتها ناطت من بلاصتها وجات وقفات قدامي. سولتني كيفاش حرقتي الكتاب وما وقع لك والو. قلت لها شنو مثلا ممكن يوقع؟ قالت لي بلي حنان قالت لي هاد الكتاب عليه واحد الحارس من الجن، هو اللي كيختار شكون اللي يقراه، واكيد ما غيخليكش تحرقوه هكا. قلت لها واش داكشي علاش قلتي لي الا حرقت الكتاب غنموت؟ كيفاش قدرتي تبدلي صوتك؟ قالت لي اش كتقول، اش من صوت كتهضر عليه؟ قلت لها اه بدلتي صوتك وقلبتي عينيك. بقات كتشوف فيا. انا عارف زهرة ملي كتكذب كيبان عليها، كانت باينة فيها ما كتكذبش. يعني هادشي اللي شفت اكيد غير تخايلته، ولا ممكن تكون مراتي مريضة نفسانيا يكون عندها شي انفصام في الشخصية ولا شي حاجة. والحاجة الثالثة ما بغيتش ندخلها لعقلي ونتيقها. بقيت كنحاول نقنع راسي بلي هادشي غير خيالات. بقيت كنشوف فيها شوية بدات كدمع وقالت لي يوسف انا راه خايفة عليك. جريتها من يديها وجلسنا فوق الفراش. قلت لها بغيت نعرف هاد الكتاب كيفاش حتوصل بين يدين حنان اختك، وكيفاش عرفتي عليه هاد الهضرة كاملة وهادشي اللي كتقولي لي راه ما كيدخلش للعقل، وعلاش اصلا مخليه عندك هاد الكتاب؟ بانت لي زهرة كتشوف شي حاجة حدايا ومركزة. دورت وجهي ما بان لي والو. رجعت شفت فيها لقيتها هزات راسها للسقف بحال الا كتهضر مع شي واحد وكتقول لي بلي راها موافقة. غوت عليها وقلت لها راني داوي معاك. علاش ساكتة؟ فاش ساهية؟ قالت لي اسمح لي يوسف انا محتاجة دابا الناس غدا ونكملو هضرتنا، ولكن دابا راه ما قادراش نهضر. انقاتني وقالت لي يلا حتى انت تنعس غدا ويكون خير، غنعاود لك كل شي بالتفصيل. شويه طفى الضو ونعسات. وهاد الوقيته كامله وانا غير كنشوف فيها وساكت، مصدوم من هضرتها ومن هادشي اللي كيوقع. عقلي بغى يحماق، الاسئله ما بغاوش يوقفوا. اكثر سؤال شاغلني هو واش التصرفات ديال زهرة طبيعية. غير تكيت حدا زهرة حسيت بواحد الخوف ما عمرني حسيته من قبل. ما قدرش نعس حداها في نفس الفراش، خصوصا من بعد داكشي اللي شفت. كنت غنموت من الخلعة ومن الحيرة في نفس الوقت. خليت بيت النعاس وخرجت للصالون، شعلت البريكة وشعلات ليا. بديت كنت نفس وكنهدن في راسي، كنقول راه السطح كان فيه البرد داكشي علاش ما بغاتش تشعل ليا العافية. وزهرة اكيد غتكون عيانة وخاصني نديها تشوف شي بسيكياتر، غيكون الموت ديال ولدنا باقي مأثر عليها. وهاد الكتاب غنتهنى منه في اقرب وقت. وزيدون اش هاد الحماق كندير فيه؟ مالي خايف لنعس حدا مراتي. كميت داك الكارو اللي كان في يدي وقررت باش نرجع الناس حدا مراتي عادي. وغدا غنديها تشوف شي طبيب وانا غنشوف اش غندير بهذا الكتاب. قبل ما الناس دخلت باش نغسل وجهي، وانا داخل الدوش بانت ليا شي حاجه في شكل، كانوا شي نقاطي بيضين في الدوش كامل وحتى في لافابو. دورت وجهي حتى لقيت داك البرميل ديال الحليب محطوط حدا الدوش. مشيت باش نهزو ونخرجو على برا، لقيتو خفيف تقريبا النص ديالو خاوي، وفهمت بلي دوك النقاط غير حليب اللي كان في هاد البيدو. شنو واقع هنايا؟ فكرة ان هاد البرميل تكب بوحدو ما بغاتش تخلي الراس. ما يمكنش هادشي. ما قديتش نتسنى حتى الصباح، مشيت لعند زهرة باش نفيقها. شعلت الضو يلا بغيت نسولها ويضحك. وشافت فيا قالت لي انت ما حرقتيش الكتابة يوسف.
انا تصدمت باش سمعت هادشي، قلت ليها واش هذا سؤال؟ قالت لي لا انا متاكده بلي راك ما حرقتيهش. وقلت ليها كيفاش حتى عرفتي؟ قالت لي حلمت به. نسيت شنو كنت باغي نسولها، وقلت ليها عاودي لي شنو حلمتي بالضبط. قالت لي حلمت راسي انا وانت وبنتي مريم واقفين في واحد الارض كامله الفاعي، دوك الفاعي بداو كيقربوا منا بشويه بشويه حتى وصلوا لينا وبداو طالعين مع الحمنه. انا بديت كنغوت وكنقول لهم اسمحوا لي راه ما كانش عارف بلي هذا الكتاب مهم عندكم، حتى جاوبني واحد الصوت وقال لي الكتاب راه ما تحرقش. شويه دوك الفاعي بداو كيمشيو ويبعدوا منا، شويه سمعت داك الصوت عاوتاني قال لي قولي ليوسف بلي، وشويه وانت تجي تفيقني. ما عرفت شنو كان باغي يقول لي. من الطبيعي انني نخاف من مورا ما عودت لي هادشي اللي حلمات، ولكن انا في عوض لا نخاف تعصبت وقلت ليها شكون هذا اللي كيهضر معاك وشنو بغى يقول لي، وداك البرميل ديال الحليب شنو دخلو للطواليط، وشنو القصه ديال هاد الكتاب اللي فرعتي لي راسي بيه، وعلاش انتي وليتي فحال هكا؟ قلت ليها شي حاجه ماشي حتى لتما طاريه وخاصني نعرفها، الا ما بغيتي تقولي ليا غندير معاك شي حاجه اللي غتندمي عليها حياتك كامله. زهره عينيها دمعوا وبدات كتبكي، قالت لي انا خايفه على نموتو بحال اللي وقع لودنا حسام. قلت لها علاش خايفه علينا ومناش؟ قالت لي قبل ما يموت ولدنا حسام حنان قالت لي بلي راه دايرين لينا شي سحر باش نتفارقوا انا وياك، وداك السحر غيخليني نتفارق على كاع الناس اللي كنبغيهم. انا ما كنتش متيقاها، ولكن هي كانت خدامه مع واحد الفقيه، انا يحسب لي بغات دير هكا غير باش تربح الفلوس على ظهري. من مورا ديك الهضره مات ولدنا حسام. حنان جات لعندي وقالت لي خاصك تعتقي راسك وتعتقي راجلك وبنتك هما اللي بقاو عندك. قلت ليها شنو درتي من بعد؟ قالت لي بلي مشات عند داك الفقيه اللي كانت خدامه معاها اختها. انا كنت عارف بلي ديك اختها حنان كانت باغا دير هادشي كامل باش ترجع راجلها، ولكن هادشي ولا عندها في الدم، بقوت ما كتمشي عند السحرة ولات خدامه معاهم. كملت زهرة هضرتها وقالت هاد الراجل اللي مشيت عنده راه اكد لي بلي بصح عندنا سحر، والجن راه درجات كل واحد وباش كيتميز، وهاد الجن اللي مسلطينو علينا حنا راه قوي بزاف، والجن اللي خدامين معاه ما يقدروش يفكوا هاد الشي اللي داروا لينا. انا ملي سمعت هضرتو مشيت للدار وانا خايفه بزاف، وسيرتو ملي قلت لك هاد الهضره وما ديتيهاش فيا ما بقيتش عارفه شنو ندير. كل مره كنت كنجي نشكي عليك كتبقى تستهزئ مني وكترجعني حمقه. مؤخرا جات عندي حنان وقالت لي بلي هاد الراجل بغاني عاوتاني. ملي مشيت عندو قال لي كاينه طريقه واحده باش تفكي هاد السحر. قلت ليه شنو هي؟ قال لي الطريقه هي نستعنو بشي جن قوي اكثر من هذاك، خاصنا ضروري شي تعاويذ كاينين في واحد الكتاب. هاد الكتاب راه عندي طاح بين يديا سنين هادي، وملي حاولت باش نقراه تمنعت حيت داك الكتاب ماشي اي واحد يقدر يقراه، عليه حارس من الجن، وهادوك الملوك ديال الجن اللي حارسين داك الكتاب كيف ما نقدر نستافد منهم راه غيكونوا خطر عليا. ولكن من بعد ما جيتي كتشكي عليا هادشي خلى عندي الفضول باش نعاود نحاول مره اخرى نقرا الكتاب، وفعلا ملي قريتو شفت هذاك الحارس وطلب مني شي طلبات غير غنديرهم غنقدر نسخر ملوك الجن ويديروا لي اي حاجه. كلام داك الراجل كيف ما خوفني طمني، وعرفت بلي مشكلتنا عندها حل، نقدر نعتقك انت وبنتي وحتى انا حتى واحد فينا ما غيموت. بقيت كنتسنى باش يقول لي كيفاش نقدر نفك هاد السحر اللي عليا وفوقاش، ولكن فوق ما سولت حنان كتقول لي راه مازال كينفذ في الطلبات ديالهم باش يرضاو عليه ويقبلوا يعاونوه. عام وانا كنتسنى حتى السيمانه اللي فاتت عرفت بلي راه مات. تصدمت بزاف حيت الامل الوحيد اللي كان عندي مشى دابا. طلبت من اختي حنان باش تقرا داك الكتاب ودير داك الشيء اللي كان غيدير داك الفقيه، ولكن حنان خافت وقالت لي ما نقدرش ندير شي حاجه بحال هادي. قالت لي بلي غتوقف هاد الشيء وغتحرق داك الكتاب،
وقالت لي بلي ذاك الكتاب كان هو السبب باش مات ذاك الفقيه. خديت منها ذاك الكتاب باش ما نضيعش اخر امل بقى عندي باش نعتقكم. قررت باش انا راسي ندير داكشي اللي كان غيديرو الفقيه. هادي يومين بديت كنقرا ذاك الكتاب وما قدرتش نكمله ونعست. وفي الليل سمعت ذاك الصوت، نفس الصوت اللي سمعت اليوم كيقول لي شي طلبات خاصني نديرهم باش يعاونني. اول حاجه انني ندوش بالحليب لمده 3 ايام، داكشي علاش جبت داك البرميل كامل ديال الحليب. دوشت بيه البارح واليوم، بقى لي غير غدا وغنكون نفذت اول طالب. انا كنسمع هي كتهضر والسخونيه كتطلع معايا، بقوت ما تعصبت. قلت ليها صافي هادشي اللي بقى لينا، راه واقيلا حماقيتي ولا تخلخلتي في مخك، وليتي بحال دوك السحارة والفقهاء اللي كتمشي عندهم اختك. واش عارفه المعنى ديال هادشي اللي كديري؟ انت راك كفرتي بالله. رجعت زهرة عاوتاني كتبكي وقالت لي انا راه كنت خايفه عليكم. قلت لها هاد الخوف غير في دماغك انتي، الا كنا فعلا عندنا شي سحر خاصنا نستعنو بالله ماشي بالجنون. فين كان عقلك ملي كنتي كديري هادشي؟ وقفات قدامي وشافت فيا، قالت لي انا راه كنت باغا نحميكم. قلت لها الخطر هو انتي وخاصك تعالجي، وداك الكتاب انا غدا غادي نحرقو بيدي، وانتي الا ما درتيش عقلك كل واحد فينا يشد الطريق، والبنت غتبقى معايا، وهكا غيكون بصح حققت ليك داكشي اللي قال لك السحار بلي كلشي غيبعد عليك. خرجت وسديت البيت مورايا، تعصبت بزاف ومشيت للصالون. بديت كنفكر في الهضره اللي كتقول ليا. فوقاش زهره ولات بحال هكا؟ ما عمرها كانت كتفكر في هذا الشيء. من ديك المراه المثقفه ولات وحده مشعويده، وعاد زايدها كتواصل مع الجن. دابا طلب منها تدوش بالحليب، يعلم الله المره الجايه شنو غيطلب منها. هذه ماشي زهره اللي كنعرف، ولكن انا اللي غلط في هذا الشيء، كان خاصني نرد ليها البال من مورا ما مات ولدنا حوسه. حيت تبدلات 180 درجه، وعاد زيد هضرتها اللي دايما كلها كتهضر على السحر والشعوذه وبلي دايرين لنا شي حاجه. هذيك الشيطانه ديال اختها هي اللي خرجت عليها. انا غدا غادي ندي مراتي لعند شي طبيب، من موراها غادي نحرق داك الكتاب. صافي خديت القرار، رجعت باش نعس شويه حتى كنسمع شي صوت بحال شي واحد كيتمشى في الصالون. ما بغيتش ندخل راسي هاد الشي، وقلت راه واقيلا غير كيتخيل ليا، ولكن الصوت عاد ما زاد، وكان داك الشي كيزيد يقرب مني انا بحال شي حد جاي لجهتي. شويه الصوت حبس وانا اسمع الباب ديال البيت اللي فيه انا تحل. كنت باغي ندور للجهه الاخرى ولكن حليت عينيا حتى بان لي الضوء بدا كيدخل بشويه بشويه والباب كيتحل. يعني هاد الشي بصح، نط مفزوع. يلا بغيت نشوف شكون وانا نتصدم. سمعت الصوت ديال شي واحد كيتمشى في الصالون، الصوت كان غادي وكيقرب مني. شويه سمعته حبس وهو يبان ليا الباب بحال كيتحل، الضو بدا كيدخل. يعني هادي ماشي تهيؤات، هادشي بصح. نط قفزت وجلست في بلاصتي، وانا نلقى زهره هي اللي واقفه قدام الباب ساكته وكتشوف فيا. قلت لها شنو اللي مفيقك؟ سدات الباب، بدات جايه لجهتي وهي ساكته، وخارج منها واحد الصوت في شي شكل، وكل ما قربت مني كيزيد داك الصوت يجهد كتر. شعلت الضوء قلت ليها مالكي ما كتجاوبينيش وشنو هاد الصوت جاي منك؟ ما داتهاش فيا بحال الا ما سمعتنيش. دخلت على بنتنا مريم من البيت، انا وليت خايف على البنت، ولكن ملي دخلت عليها لقيتها جالسه حداها وكتقيس لها في شعرها وباقا كدير نفس الصوت. كنت خايف على بنتي بزاف، خصوصا وان زهره ما كتبانش طبيعيه. بقيت غير ساكت وكنشوف من البعيد، حتى بانت لي زهره هزات البنت ومخرجاها برا البيت. تعرضت ليها وقلت ليها فين غادا بالبنت،
غوتت عليها وقلت لها طلقي من البنت وجاوبيني. شوية وهي طلقها من يديها، كل ما شديتهاش كانت غادي على الأرض. من موراها طاحت زهرة في الأرض، طاحت بحال شي خشبة، ويديها ورجليها بداو كيتعوجو غير بوحدهم. الحما كامل كيتهز، حساب لي غير كتموت، ما كانتش قادرة حتى تحرك يديها. بقات هكاك واحد المدة وانا ما عارفش شنو ندير، حساب لي عنقها عواج وشافت بنتي. في واحد اللحظة وهي تدفع مريم دفعت حتى طاحت على الحاشية ديال الفراش. مشيت كنجري لعند بنتي، يحسب لي غير ماتت. بنتي مريم عندها غير 4 سنين، ما تقدرش تحمل شي ضربة في حال هادي، ولكن الحمد لله لقيتها بخير وما طرا لها والو. كانت كتبكي، خرجتها من البيت وسديتو. مريم بقات كتبكي وكتعيط لامها، واخا هي اللي دفعاتها. قلت لها راه ماماك مريضة شوية، بقيت كنسكت فيها. قلت لها انا ندخل نشوفها، انت بقاي هنايا وما تحركيش من بلاصتك. مريم بدات كتبكي وشاده ليا في يدي، انا كنت خايف نخليها بوحدها وخا عارف بلي ما غيطرى لها والو. الصوت ديال زهره كيزيد، ما عرفت شنو كيطرى لها لداخل. قلت خاصني ضروري ندخل نشوفها. خليت مريم وحليت البيت، دخلت ووقفت حدا الباب. لقيت زهره طايحه في الارض وباقي لوكور ديالها كيتعوج بحال قبايله. كانت كتقول شي هضره غير في نفسها ما مسموعاش وما فهمتهاش، ولكن من الطريقه اللي كتهضر بيها كنت كنحس بحال الا كدابز مع شي واحد. انا كنت خايف عليها بزاف، وفي نفس الوقت كنت خايف على راسي، ولكن كان خاصني ضروري نتحرك. وفي لحظه لقيت الجسم ديالها رجع لطبيعته، وحتى داك الصوت ما بقاش. بدات كتدور في عينيها وكتشوف في البيت كامل بحال الا حاضيه شي حاجه. شويه بقات كتشوف غير في السقف ومركزه عليه. ملي هزيت راسي باش نشوف شنو كتشوف ما لقيت والو. شويه الباب اللي كنت واقف حداه تسد في مره واحده، ما عرفتش شكون اللي سدو، ما يمكنش تكون بنتي. درت لجهة الباب باش نعاود نحلو، ولكن ما بغاش يتحل، بقيت مدابز معاه. واللي كان غيحمقني هو صوت مريم بنتي اللي كانت كتبكي على برا. قلت لها مريم بنتي واش انتي لاباس؟ ما ردتش عليا وكملات في البكا ديالها. زهره بدات كترعد عاوتاني وكتغوت غير بوحدها. مشيت كنجري لعندها وشديتها من يديها وبقيت كنسولها مالك زهره شنو واقع عليك. شويه وهي تسخف ما بقاتش كتجاوب، طاحت في الارض وفقدت الوعي ديالها. الجسم ديالها كان فحال شي خشبه، شويه بشويه بدا كيرجع لطبيعته. هزيتها من الارض وديتها للفراش، ما كنت سامع حتى شي صوت من غير صوت بنتي اللي كتبكي وكتدق في الباب. مشيت كنجري جهة الباب وعاود تحليتو، وتحل عادي بحال الا ما وقع والو. عنقت بنتي وقلت لها ما تخافيش، راها ماماك صافي ولات لاباس، خاصة غير تنعس شويه باش ترتاح. مشيت لعند زهرة كنشوفها واش كتنفس وقلبها واش مازال كيضرب. جميع الأحوال ما كنتش باغي نفيقها، ولا في الصراحة كنت خايف لا نفيقها. ارتاحيت ملي نعسات بحال هكا. خديت بنتي وخرجنا برا البيت، سمعت شي واحد كيدق في الباب. ملي حليت لقيت مدام سعاد الجارة ديالنا. قلت لي ياك لاباس السي يوسف، راه سمعت شي واحد كيغوت من دارك. ما عرفت ما نقول ليها، وفي الاخر قلت ليها راه غير مراتي زهره حلمت شي حلمه خايبه. راك عارفه مدام زهره راه من نهار مات ولدنا وهي كتحلم في حال هاد الشيء. قالت لي واش نقدر ندخل نطمئن عليها؟ قلت لها لا خلي حتى الغدا، راه نعسات دابا. قالت لي صافي ومشات في حالها. جبت كرسي حطيته قدام باب البيت اللي فيه زهره وخليته محلول. خديت بنتي مريم وبقيت جالس وحاضي زهره باش الا وقعت شي حاجه نخلي مريم تماك وندخل البيت ونسد الباب بزربه باش البنت ما تزيدش تخاف. بقيت حاضيه ولكن كانت ناعسه وما كتحركش، وحتى من بنتي مريم نعسات. الامور ولات طبيعيه وبديت كنتهدن شويه بشويه. بديت كنسول راسي شنو اللي واقع هنا،
في أول مرة زهرة صوتها تبدل قلت وقيل غير كيتخايل ليا، لو قيدوا البريكة اللي ما بغاوش يشعلوا قلت وقيل غير من البرد، ولكن الباب اللي تسد غير بوحده، واش حتى هو بسبب الريح؟ وهذا الشي كامل اللي كيطرى شنو سبابه؟ حاولت نفكر بعقلي شنو هذا الشي اللي كيدور في دماغي، بقيت كنقول يمكن انا سديت الباب بلا ما نحس، وهذا الشي اللي جا لزهرة غيكون عنده علاقة غير بشي مرض نفسي. انا ديجا سمعت بلي نوبات الصرع كيطرى في اكثر من هكا، كنت كنحاول نقنع راسي بهذا الشي، واخا هاد الاحتمالات كانوا ضعاف بزاف، والاحتمال القوي واللي ما كنتش باغي نفكر فيه هو ان هاد الشي كامل طاري بسبب داك الكتاب اللي عندي في المجر، ولكن واخا يكون هو السبب انا غدا غادي نتهنى منه. عييت بزاف قوة التفكير، بقيت جالس حتى نعست فوق الكرسي، فقت وشي يد محطوطة على كتفي، ملي حليت عينيا لقيت زهرة واقفة حدايا. انا توقفت بزربة وشديت بنتي، بقيت كنشوف فيها وهي تسولني بصوتها العادي، قالت لي شنو اللي طاري؟ علاش ناعس فوق الكرسي انت وبنتي؟ قلت لها واش ما عاقله على والو؟ قالت لي كيفاش شنو بغيتي تقول؟ علاش خاصني نعقل؟ قالت لي انا عاقل البارح ملي خرجتي وخليتيني باش الناس، ولكن انا كنت في بيتي ماشي هنايا. مشيت نعست بنتي فوق السرير ورجعت لعند زهرة، هي ما فاهمه والو والفضول غادي يقتلها. قلت لها انت راك عيانه بزاف وغدا خاصنا نمشيو عند شي بسيكولوج. قلت لي كيفاش عيانه؟ شنو اللي واقع؟ شنو اللي عندي؟ بقيت غير ساكت وهي عينيها بداو كيدمعوا وكتسول فيا انا عيانه باش شنو المرض اللي عندي؟ عنقتها وقلت لها هادشي غير بسبب الاعصاب، من نهار اللي مات ولدنا حسام وانتي هكا، الدكتور غيكتب لك غير شي كالمون باش تهدني. زهره كانت خايفه وكتبكي، واخا ما كنتش حاملها بسبب داكشي اللي دارت، ولكن بقات فيا، كان مازال الحال على الفياق ديك الساعه. جريتها ومشينا دخلنا حدا بنتنا، نعست انا في الوسط ومعنق بنتي حيت وليت خايف عليها من زهره. انا ما كنتش قادر نعس وما بغاش يجيني، اما زهره نعسات نعسه وحده بحال الا كانت عيانه. داز هاد النهار بخير الحمد لله. الصباح نط باش ندوش ونرتاح شويه، اللي كنت داخل وانا نشوف داك البرميل ديال الحليب كنت باغي نخويه، وقلت لا ملي نكون خارج نعطيه للعساس. بديت كندوش بزربه حيت كنت خايف لا نخلي بنتي مع زهره. ملي رجعت للبيت قالت لي زهره كيفاش حتى ضربت بنتي؟ هي بفمها قالت لي بلي انا ضربتها. شنو درت يوسف عافاك لما قول لي؟ قلت لها غير البارح كنتي مع الصبا ودفعتيها بلا ما تشعري ومن بعد سخفتي. بقات كتدمع وكتقول لي انا راه ما عاقل على والو. قلت لها انا عارف واليوم خاصنا نمشي وضروري عند شي طبيب، كل شي عنده الحل. جات حدايا وقالت لي واش ناوي تحرق الكتاب؟ قلت لها اه غنحرقه. قالت لي ولكن انا خايفه وغنبقى ديما خايفه الا حرقتيه، اراه ليا نديه لحنان اختي اولا انت اعطيه لشي واحد ولا ارميه في شي بلاصه، المهم ما تحرقوش. الحقيقه ماشي هي بوحدها اللي كانت خايفه من الكتاب بلا يتحرق، حتى انا وليت كنخاف ودخلني الشك. قلت لها صافي يكون خير، نشوف كيفاش ندير حتى نجلحو في شي قنت. ابتسمت ليا وقالت لي شكرا هكا غنبقى مطمئنه عليكم. قلت لها يلا دخلي لبسي باش نمشيو لعند الطبيب. قالت لي واخا. قبل ما تمشي قالت لي فين داير الكتاب؟ بانوا لي عينيها بحال الا كيبريو. قلت لها الكتاب راني دايرو في المجر. قالت لي واخا. انا حسيت بحال الا غتكون خداتو قبل ما تفيقني البارح. مشيت كنجري لجهة المجر وحليتو، ولكن لقيت الكتاب باقي تماك. مشيت لبست حوايجي وديت مراتي لعند الطبيب. بنتي مريم خليناها عند جارتنا. دخلنا لعند الطبيب، قال لها الطبيب شنو عندك؟ قلت لي راه البارح طاحت في الارض ولا الحمام بحال شي خشبه، من بعد بدات كتعوج غير بوحدها وكتبقى ساهيه وكتشوف في السقف. قال لي هذه اعراض مرض الصرع.
هو اللي كيدير هادشي، وتقدر حتى تبدا تغوت. قلت ليه اه بصح راها غوتات، ومن بعد عواجت بقى كيشوف فيها وقال لي ملي فقتي باش كنتي كتحسي؟ قالت لي كنت كنحس بالارهاق وراسي كيحرقني بزاف. قال لها يعني صافي تاكدنا هادشي اللي عندك هو الصرع. سولني قال لي واش المدام تعرضت لشي حادثه ولا كتعاني من شي مرض؟ قلت ليه لا ما عندها حتى شي حاجه من هادشي، غير ولدنا مات هادي عام تقريبا، وهادشي راه اثر عليها بزاف. قال لي يا دكتور اسباب الصرع ممكن تكون شي ورم في الدماغ، ولا شي سكتة دماغية، ولا شي صدمة قوية. ولكن ما تخافش السي يوسف، خرج انت على برا وخليني كندوي مع المدام شوية. خرجت على برا وكنت فرحان بزاف، المفروض انني نكون خايف عليها، ولكن كنت فرحان حيت الدكتور طمأني وحيد لي داك الشك اللي كان في دماغي. بقيت جالس على برا شي نص ساعة، شوية حتى سمعت الطبيب كيغوت. مشيت كنجري انا والانفيرميير وحلينا الباب، لقيت الدكتور طايح في الارض وزهرة شادة ليه فمه وباغا تخنقه. الدكتور كيغوت وما عارفاش منين جابت هاد القوة كاملة. مشيت كنجري لعندها ودفعتها للارض، ومشيت كنطمئن على الطبيب. انا ما كنتش قاصد ندفعها بديك الطريقة، ولكن كنت خايفة لا تقتل الدكتور ولا ديرنا شي فضيحة. بقيت كنشوف فيها لقيتها عاوتاني كتفركل، مشيت كنجري باش نكتفها. الدكتور قال لي لا لا خليها، حاول غير تنعسها على جنبها. حاولت نحركها ولكن لو كور ديالها كان ثقيل، ما قدرتش ندورها، كانت ثقيله بزاف لدرجه ما قدرتش نهزها. الطبيب قال لي صافي، المهم بعد عليها اي حاجه ماضيه ولا شي حاجه اللي تقدر تاذيها. بقينا واقفين انا والدكتور ومصدومين، بقيت كنشوف فيها حتى طاحت. جلستها فوق الكرسي، قلت للطبيب شنو اللي وقع؟ قال لي هادي غير نوبة ديال الصرع، ولكن غريبة شوية، المريض كيف قد السيطرة على راسه، ولكن راها ضرباتني بالجهد وحاولت تقتلني. كانت كتشوف فيا شي شوفات كيخلعو وعينيها ولاو كاملين بيضين. وملي انت جيتي دفعتيها عاد بدات نوبة الصرع الطبيعية، وغالبا دابا شوية غادا تفيق وغتنسى كلشي. قلت ليه دابا شنو خاصنا نديرو؟ قال لي النوبه اللي جات البارح في اين ساعه. قلت ليه مع ديك الوحده ولا جوج ديال الليل ما بقيتش عاقل. قال لي صافي انا سجلت الفرق ما بين كل نوبه كتجيها، انا غنكتب ليها شي ادويه خاصها تتبعهم، ولكن من الاحسن تبقى عندنا هنا في المستشفى باش نبقى ديما نراقبها، خصوصا وان النوبات ديالها صعب بزاف كتولي متوحشه. قلت ليه واخا ماشي مشكل. قلت ليه واش تبغي نخليها اليوم ولا حتى الغدا ونجيبها؟ قال لي لا خليها حتى الغدا وعاد جيبها. اليوم في الليل الا جاتها النوبه حاول تبعد عليها اي حاجه تقدر تادي بها راسها، ومن الاحسن ما تباتش حداها. شويه درت لقيت زهره فاقت، داكشي اللي قال لي الطبيب هو اللي كاين، مبقات عاقله على والو. مشينا انا وياها لواحد القهوه، انا كنت حاس بلي سببها هو انني كنت ديما بعيد عليها وخاصني دابا نتقرب منها اكثر، يمكن هادشي يعاونها في العلاج. وحنا جالسين حاولت نفتح معاها الموضوع ديال حسام ولدنا اللي مات، وان الموت ديالو كان مكتاب علينا. بقيت شي نص ساعه وانا كنهضر معاها، من بعد ما سالينا قالت لي حسام راه مات بسبب السحر. دابا حسام ضاع من بين يدينا، وخاصنا نفكو السحر باش نعتقو راسنا ونعتقو بنتنا، وفي هاد الشي كامل خاصنا ضروري داك الكتاب. عطيني الكتاب يوسف، خاصني نكمل داك الشي اللي بديت. من الطبيعي انني نغوت عليها بديك الساعة، ولكن حاولت نتهدن حيت فغيمون بقات فيا. حاولت نهضر معاها غير بالعقل، هي غير كتسمع وساكتة وما كانتش مقتنعة بهضرتي. هاد الشي ما بقاش غير فكرة عندها وصافي، ولات مآمنة بهاد التخربيق. من مورا ما ساليت هضرتي قالت لي بلي اقتنعات، ولكن انا كنت عارفه غير كتكذب، ما عرفتش الصراحه علاش كتكذب، يمكن غير باش تخليني نسكت وصافي، ولا يمكن كتخطط لشي حاجه انا ما عارفهاش. رجعنا للدار وخدينا مريم من عند الجاره،
زهرة مشات كتوجد الماكلة، وأنا ومريم بقينا جالسين كنتفرجو في التلفازة، حتى رجعت وجلسنا كناكلو. ملي ساليت مشيت للحمام باش نغسل يدي، ويبان لي داك البرميل ديال الحليب، نسيت ما نعطيه للعساس باش كنت نازل. بغيت ننزل دابا، ولكن ما بغيتش نخلي مريم بوحدها مع زهرة، خفت لا تمشي ترجع ليها النوبة ولا شي حاجة. داكشي علاش قررت نخلي حتى الغدا ملي نكون غادي بزهرة للسبيطار. مشيت جلست مع بنتي، وزهرة جابت اتاي وجات جلست معانا. زهرة كانت طبيعية بحال الا ما واقع والو، لدرجة انني خفت منها. كانت كتلعب مع مريم وكتضحك معايا، انا كنت فرحان بهذا الشيء، ولكن الظروف اللي احنا فيها ما كتخليناش نفرحوا، خصوصا وان داك الكتاب باقي تابعنا في حياتنا. وزهرة حتى هي كانت فرحانة. بقينا جالسين مجمعين مع بعضياتنا حتى وصل الليل. كنت بغيت نقول ليها بلي غدا غيشدوها في السبيطار، ولكن ما قدرتش، ما كنتش باغي نقلقها، خصوصا وان هذه اول مرة غنشوفها كتضحك ملي جيت من السفر. مريم عيات من اللعب ونعسات حدايا في الكنابي. قلت لزهرة انا غندخل نعس مريم، قالت لي لا انا اللي غندخل نعسها خليك انت. قلت لها صافي، واخا ما كنتش مطمن ان بنتي معاها بوحدها. نزلت البنت في ظهرها ومشات، بقيت كنتسناها ولكن تعطلات. مشيت باش نطلع عليها، لقيتها نعسات مريم وجالسة حداها كتلعب لها في شعرها وكتشوف لها في وجهها وكتضحك. قلت لها علاش تعطلتي يا زهرة؟ قالت لي شوف بنتنا دايرة بحال شي ملك وهي ناعسة. قلت لها حتى انتي راك كتباني بحال الملك ملي كتنعسي. قالت لي يا عرفتي يا يوسف، انا قادرة نخاطر بأي حاجة على قبل باش نشوف بنتي فرحانة وما يوقع ليها والو، وخا نعرف نضحي بحياتي وعلى قبلك حتى انت. قلت لها راه ما غطرا حتى شي حاجة الا لا كانت مكتابانا. صافي نسي هادشي اللي وقع واستغفري مولاك. وبالنسبة لهاد النوبات اللي كيجيوك، حنا راه غنمشيو غدا للسبيطار باش غتبعي مع الطبيب، وإلا طلب منك باش تبقاي تما شي يومين ولا 3 ايام غادي تبقاي باش تبراي وترجعي طبيعية. قالت لي يا صافي يا يوسف صافي، دابا خلينا نعسو. قلت لها لا نعسي غير انتي، انا غنسهر حتى الصباح. خنزرات فيا وقالت لي علاش غتسهر؟ قلت لها ما فيش النعاس. قلت لها اصلا واحد صاحبي كان باغيني في شي غرض في الصباح، ولكن انا كنت مشغول معاك، دابا غنشد معاه الهضره. اصلا دابا راه 3 د الليل والطبيب خاصنا نمشيو له مع 7 د الصباح، هما 4 الساعات وصافي غيدوزو داغي. سيري انتي نعسي وارتاحي لك شويه. انا بصراحه كان في المود النعاس، من البارح ما غمضت عيني، ولكن كنت مضطر نبقى فايق، كنت خايف للناس ودير ليا شي حاجه في البنت. ضحكات ديك الضحكه الصفراء بحال اللي كتقول لي غير كنكذب عليها. المهم قالت لي انا غنمشي ندوش وغنعس. قالت لي فيقني مع 6. قلت لها صافي واخا. خلاتني ومشات للحمام شويه وهي تخرج، ومشات للبيت وسدات عليها الباب. طفيت التلفازه وبقيت جالس قدام البيت حاضيه لا تخرج، حاطي يدي على خدي وكنتسنى. دازت ساعة وما طرا والو، ما عرفتش علاش دماغي داني نيشان الكتاب، يمكن حيت هادي اخر ليلة غيبات عندنا في الدار. حيت كنت ناوي ان فوا زهرة غتدخل السبيطار غنمشي انا نحرقو، وما نكرش انه كان عندي الفضول نعرف شنو اللي كان مكتوب فيه. مشيت حليت المجر وجبت الكتاب، الكتاب قديم بزاف ولكن داكشي ما مأثرش عليه، كيبان جديد، الوراق باقين بحال الا جداد، حتى الخط كان واضح. جبت ورقه وستيلو وبديت كنكتب وكنقل دوك الحروف اللي فيه. نقلت واحد الكلمه فيها 5 الحروف وخليت الورقه في الجيب باش نقلب على هاد اللغه. بديت كنقلب حتى بانت لي واحد الصفحه مكتوبه باللغه العربيه وبديت كنقرا، ولكن ديك الهضره اللي قريت كانت كتخلع، ما قدرتش نكملها. هزيت الكتاب ورجعته لبلاصتو، رجعت لبلاصتي قدام الباب. دازت ساعة وما طرا والو، ولكن ما قدرتش نقاوم وداتني عيني، وانا غارق في النعاس حتى كنسمع شي صوت جاني في ودني كيقول الطلب الاول تنفذ.
دابا ندوزو الطلب الثاني. فقت مفزوع، بقيت كنشوف على اليمين واليسار وما بالي تحت. تقريبا كانت حلمة، يمكن ما عقلت على حتى شي حاجة من غير الجملة اللي سمعت. كيفاش هاد الطلب الثاني؟ هاد الصوت كان كيشبه الصوت ديال زهرة اللي هضرات معايا به. تفكرت الهضرة ديال زهرة اللي قالت لي بلي طلب منها تدوش بالحليب 3 ايام ورا بعضياتها. قالت لي بلي غسلات به يومين هادي، اليوم كان هو النهار الثالث. مشيت كنجري لجهة طواليت، لقيت البرميل خاوي، يعني زهرة غسلات به. ضحكات عليا ودارت داكشي اللي في راسها. تعصبت ومشيت لعند زهرة للبيت. يلا بغيت ندخل حتى كيبان ليا شي ضو خارج من الشقة ديال الباب، ولكن الضو كان في شكل، كان لونه احمر، مع العلم ان الضو اللي عندنا بيض وحتى الزاج بيض. شنو هادشي تاني؟ شوية كنشوف في الارض كيبانوا ليا شي خيالات كحل بحال الا كيطيروا. ما عرفتش واش كان واحد ولا كانوا بزاف، وما نقدرش نوصف لكم الشكل ديالو. انا اللي عارف هو ان شي حاجة كتحرك لداخل وماشي زهرة. يعني شكون؟ نفترضو زهرة اللي كتحرك. هاد الضوء الاحمر منين جاي؟ بقيت واقف في بلاصتي كنعيط على زهرة وكنغوت، ولكن ما جاوبتنيش. تشجعت وحليت الباب وخا كنت خايف. والغريب انني ان فوا دخلت حتى شي حاجه ما بقات، لا خيالات ولا ضوء احمر، كان غير الظلام. بقيت كنتمشى غير بشويه وشاد في السرير، وملي درت للجهه اللي فيها زهره باش نشوفها واش ناعسه، حتى كنسمع الباب يفتح مجهد. كان غيتهرس، كان الظلام وما كيبان ليا والو. كنت حاسس بشي واحد معايا في داك البيت، واكيد هاد المره ماشي انا اللي سديت الباب حيت بعيد عليا. اش هادشي كيوقع؟ شكون اللي معايا في هاد البيت؟ بقيت كنعيط لزهره والو ما جاوبتنيش. مديت يدي فوق السرير والو ما لقيتهاش. كنت كنسمع الصوت ديال شي واحد كيتنفس حدايا بحال شي واحد كينهج. كنحس بداكشي غادي وكيقرب ليا. انا ما بقيتش سامع غير الصوت، انا كنحس بالنفس حدايا وكتضرب لي في وجهي. يعني هاد العجب واقف قدامي بالضبط. شويه ويشعل الضوء على برا، كان وصلني غير شويه ديال الضوء حيت البيت كان باقي فيه الظلام. داك الضوء البسيط اللي كان داخل من الشقه ديال الباب خلاني نشوف شكون اللي واقف قدامي. كانت هي زهره، ولكن كانت في شي شكل، كانت ممسوخة، كان وجهها كيخلع وعينيها مقلوبين. فهمت بلي هاديك ماشي زهرة، هداك هو العجب اللي ساكنها. بدات كتقرب ليا وكتهضر معايا بداك الصوت وكتقول ليا اعطي الكتاب لزهرة حيت ما غاديش تقدر تحرقه. قالت لي زهرة بداك الصوت ارجع الكتاب راه ما غتقدرش تحرقه. اللي سمعت داكشي تخلعت بزاف، بقيت كنقول كيفاش نعطي الكتاب لزهرة؟ على انتي شكون؟ بقات كضحك بواحد الصوت كيخلع وجهها بحال الا بدا كيكحال. قالت لي لا مازال ما عرفتي شكون انا. بقيت كنشوف فيها، ما عمري ما تحطيت في بحال هادشي. كيفاش مراتي واقفه قدامي بهاد الشكل وكتهضر معايا بهاد الطريقه؟ ما عرفتش باش نجاوبها، أولا بصراحة كنت خايف لنجاوبها. بقيت كنشوف فيها وكتشوف فيا، وجهها كيتعوج. شافت في السقف ورجعت شافت فيا. قالت لي أنا هو الحارس ديال الكتاب. قالتها بواحد الصوت وكتغوت لدرجة أني حطيت يدي على ودنيا باش ما نسمعش داك الصوت. قالت لي واش منيتك بغيت تحرق كتاب عنده اكثر من 3000 عام؟ عندك يحسب لك باللي اللي كتب هذا الكتاب من البشر. البشر هما غير اداه باش نقلوا دوك الكلمات. صاحب هذا الكتاب راه هو الشيطان بعينه. بدات كدور عليا وكتقول لي واش عرفتي شحال من واحد مات بسبب هذا الكتاب مجرد انه حاول يحرقه؟ لا، مجرد انه فكر باش يحرقه.
خلاتني نعيش في واحد الجو ديال الرعب اللي ما عمرني ما تخيلت راسي غنتحط فيه. كنت غادي نبول في حوايجي، ما عرفتش منين جبت ديك الشجاعة. شفت لها في عينيها وقلت لها انا غادي نحرق داك الكتاب. ما وقع والو، بقات غير كتضحك، ولا داك الشيطان اللي ساكنها هو اللي كان كيضحك. الضحك ديالو ضرني في ودنية. شاف فيا مرة أخرى وقال لي يا انت راك عايش غير حيت العهد اللي بيننا وبين مراتك مازال ما كبلش. ابتسمت لي في وجهي عاوتاني وقالت انت عايش حيت حنا مازال باغينك تعيش، ولكن الا تجرأتي وحرقتي الكتاب عرف بلي اخر كلمة تحرق من داك الكتاب غيكون اخر نفس ليك في هاد الدنيا. حاولت نستجمع الشجاعة ديالي، شفت ليه في عينيه وقلت ليها غيكون اخر نفس ليا ولا ليك نتايا، انا غنحرقك وغنحرق هاد الكتاب معاك. شفت فيه خنزر فيا وقال لي هاد الجهل ديالك غادي يخرج عليك. زرني من عمقي وعينيه عاوتاني تقلبوا، ولكن داك الضوء اللي كان خارج من زهرة مراتي كان قوي بزاف، قوي لدرجة انني غمضت عيني. بديت كنسمع بزاف الاصوات دايرين بيا، ما كنتش عارف هاد الاصوات ديالاش. البيت كان حس بيه سخن، العافية شعلالي تحت من رجلي، بحال الا العافية اللي خارجة له من عينيه ماشي الضو. بقى قاجني من عنقي لدرجة ما بقيتش قادر نتنفس وهزني من الارض. حسيت بروحي غادا تخرج، دوك الاصوات عاد ما غادين وكيزيدوا. صافي بقيت كنقول هادي هي الاخرى ليا، حتى كنحس بيد سارة طلقات مني. طحت في الارض كان كحب، كنحاول نرجع النفس ديالي. ملي وعيت براسي لقيت زهرة طايحة حدايا، نط كنجري خايف منها. ما بقيتش عارف شكون هي هادي، واش زهرة مراتي ولا الجن اللي كان خانقني من دابا شوية. شعلت الضو وبقيت واقف من بعيد وكنشوف فيها وهي مازال مرمية في الأرض. قربت منها غير بشوية ولقيت وجهها لونه عادي، والعلامات اللي كانوا فيها ما بقاوش، كل شي كان طبيعي. هذه هي زهرة مراتي. بقيت كنحرك فيها باش تفيق، ولكن كانت مغيبة. هزيتها ونعستها فوق السرير، سديت الباب وخرجت. كنت حاسس بالجسم ديالي كامل كيترعد، بحال الا مبنج. مشيت غسلت وجهي وخرجت جلست في الصالون. عقلي ما قادرش يستوعب داكشي اللي طرا، كيفاش مراتي تحولت لشيطان، وكيفاش انا حتى قدرت نوقف في وجهه ونهضر معاه، وكيفاش ما قتلنيش في اخر لحظه. من بعد سولت راسي واحد السؤال، واش هادشي اللي كيطرا بصح حقيقه ولا غير هلاويس وتهيؤات؟ واش الا حليت البيت دابا غنلقى زهره ناعسه في بلاصتها عادي؟ وديك الهضره كاع اللي سمعت من عندها على الكتاب، واش ممكن يكون غير عقلي دارها بيا؟ يقدر يكون داك الكتاب اللي قريته اثر عليا، وداك الصوت اللي سمعته في الحلم وقالوا لي راه الطلب الاول تنفذ، وداك الحليب اللي لقيت في الكوزينه. مشيت كنجري للكوزينه باش نشوف واش الحليب باقي كاين وزهره ما نفذتش الطلب ديالهم، حيت يقدر يكون كاع هاد الشيء اللي كنشوف هلاويس وتهيؤات. شفت في البرميل وكنقول يا ربي لقاها عامر. حليته ولكن لقيته خاوي، يعني هادشي كان بصح وما كانت خايلش. شنو زعما يكون عندي شي مرض نفسي؟ تا انا قدر نكون تا انا خاصني نمشي عند الطبيب باش نتعالج، ماشي غير زهرة. بقيت سهران. ملي فاقت زهرة سولتها فين الحليب اللي كان في الكوزينة، قالت لي انا خويته باش ما تقلقش. كنت عارفة غير كتكذب عليا، كانت باينة عليها، ولكن انا كنت باغي نتيقها. الحلمة اللي حلمت قالوا لي بلي الطلب تنفذ، وقالوا لي باش نعاونها في الطلب الثاني. كنت باغي نسولها شنو هو هاد الطلب الثاني، ولكن قنعت راسي بلي الا ديتها للطبيب غادا تعالج وغنتهناو من هادشي كامل. الا كانت بالصحة عندها علاقة بالجن غادي نخليها في السبيطار حتى نلقى ليها شي حل، حيت ما نقدرش نعيش معاها في دار وحدة وهي هاكا، خصوصا من مورا هادشي اللي طرا اليوم.
زهرة ولات خطر علينا أنا وبنتي. زهرة جلست فوق السرير وبقات ساهية. كنت واقف قدامها ولكن ما كانتش مركزة معايا. كنت ملاحظ على وجهها مشاعر ديال الصدمة والندم والخوف، وما عرفتش شنو السبب ديال داكشي اللي هي فيه. قلت لها يلا باش نمشيو للطبيب. ملي سمعت زهرة ديك يلا نمشيو للطبيب تخلعات بزاف وتزاد معاها الزايد. قالت لي فوقاش عطانا الرونديفو. قلت لها قلت لك بلي كان داير معانا اليوم مع السبع وحنا غنمشيو. خلاتني ومشات للطواليت بحال الا كانت عارفه بلي غيشدوها في السبيطار. مشيت فيقت بنتي وبيد ما تلبس زهره مشيت لعند الوالده وخليت عندها بنتي حيت ما نقدرش نديها معايا. حتى الوالده كانت باغا تشوفها. وصلت انا وزهره للسبيطار. لقيت طبيب أسامة مع الدكتور مصطفى كيتسناو في زهرة. غير دخلنا سلمنا عليهم بدا الطبيب مصطفى كيهضر مع زهرة. الدكتور أسامة خرج على برا وشير ليا باش نخرج لعندو. قال لي احنا خصصنا لمراتك غرفة خاصة وغتكون تحت الإشراف ديالنا أنا والدكتور مصطفى. الموضوع بسيط بلا ما تخاف. قلت لي حتى أنا وليت كنحس براسي عيانة دكتور. البارح شفت بلي مراتي كتهضر معايا وكتقول لي بلي هي حارس من الجن ديال شي كتاب قديم، وهاد الكتاب راه عندي. وشدتني وقجاتني وكنت سامع شي اصوات غريبه دايره بيا. الدكتور اسامه رد عليا بكل ثقه وقال لي هادشي اللي شفتي غير هلاويس، وهاد الشي كيكون بسبب شي عضو بحال شي ورم في الدماغ مثلا، او بسبب نفسي بحال شي صدمه. غتكون هي الحالة اللي فيها مراتك مسبالك شي اكتئاب. المهم ما تخافش، الا شفتي شي حاجة غريبة اليوم في الدار ارجع عندي. قلت لي صافي واخا. حسيت بلي الطبيب طمأني شوية. دخلت باش نسلم على زهرة ونقول لها بلي غتبقى هنايا في السبيطار. كنت كنقول بلي غتبدا تغوص وغيبقى فيها الحال، ولكن ان فوا قلتها لها ردت عليا بكل ثقة وقالت لي صافي ماشي مشكل، غير بقى تزورني مرة مرة. الدكتور أسامة قال لي تقدر تمشي يا سي يوسف، غدا إن شاء الله رجع عندي بحال اللي اتفقنا. خليتهم ومشيت للدار. اتصلت بالوالدة وقلت لها تخلي مريم معاها اليوم حيت ما مساليش. كنت عيان بزاف، كنت باغي غير النعس حيت كنت داخل في الليلة الثالثة بلا نعاس، ولكن كنت خايف للنعس والكتاب مازال في الدار. بالرغم من داكشي كاع اللي حاولت نقنع به راسي ونقول بلي هادشي غير هلاويس، ولكن هاد الخوف ما بغاش يحيد مني، خصوصا وان الكتاب باقي عندي في المجر. مشيت حليت المجر، جبت الكتاب وحطيته قدامي وبقيت كنشوف فيه. كنفكر في الهضره اللي تقالت لي بلي الا حرقت الكتاب غادي نموت، ولكن الا حرقته وما وقع لي والو يعني هادشي اللي كنت كنسمعو كان غير وهم وغيسالي مع هاد الكتاب. كنت متردد بزاف وحاس باللي خطر عليا نحرقه، ولكن مورا داك الشعور ديال الخوف اللي كان عندي كان واحد الشعور ديال الفضول. كنت باغي نقرا الكتاب قبل ما نحرقه. حليت الكتاب بديت كنقلب في الصفحات وحده مورا الاخرى. لاحظت باللي دوك الوراق اللي كانوا مكتوبين بديك اللغه الغريبه كانوا قدام بزاف، والوراق الاخرين اللي مكتوبين بالعبريه كانوا احسن، اما الوراق اللي مكتوبين بالعربيه كان مختلفين عليهم. ومعنى هادشي ان الكتاب تكتب في ثلاثه ديال العصور. حاولت نقلب ونبحث على الرموز ديال ديك اللغه الغريبه ولكن ما قدرتش. ديك الحروف كانوا كيبانوا لي بحال شي مسامر. فكرت نقلب في جوجل على اشكال اللغات القديمه. قلبي تقبط عليا ملي عرفت بلي هاد الحروف كاينه في اللغه المسماريه. هاد اللغة كانت ديال العراق القديمة قبل من 3000 عام، يعني الكلام اللي سمعته كان بالصح والكتاب مكتوب هادي 3000 عام. وعاد التعاويذ اللي قريت كانوا عندها علاقة بأرض بابل، وهاد الأرض كانت في العراق فعلا. أنا مبقيت فاهم والو ولا فاهم وما بغيش نعترف بداكشي. الحاجة الوحيدة اللي كنت عارفها في ديك الساعة هي ما نقدرش نحرق الكتاب بوحدي، وخا يكون هادشي غير هلاويس انا ما نقدرش نحرقو بوحدي. مشيت حطيت الكتاب وريحت قدامه. بقيت ساهي وكنفكر حتى داني النعاس. الجسم ديالي كان عيان بزاف
من موراها بشوية سمعت داك الصوت عاوتاني كيقول لي طلب تاني تحقق، وجد راسك للطلب الثالث. نط من النعاس وانا مخلوع، كنشوف جنبي ما كاين حتى شي واحد. شفت في الساعة لقيتها 2 ديال الليل. نط شعلت كارو، داك الصوت باقي كيتردد في ودني، كيفاش طلب تاني تحقق ولكن زهرة راه ما كايناش في الدار؟ قبل ما نفكر في المعنى ديال هاد الكلام لقيت التليفون ديالي كيصوني. جاوبت لقيتها ديك لانفيرميير اللي مع الدكتور مصطفى، قالت لي جري مراتك. قلت ليها مالها؟ راه قتلات الطبيب. حيد التليفون من ودني وشفت فيه باش نتأكد باللي راني فايق وما كان حلمش. من موراها عاودت هضرت معها وقلت ليها كيفاش حتى قتلات الطبيب؟ السيدة كتنهج ومخلوعة وقالت لي اجي دابا للسبيطار. نط بزربة، ما بدلتش حوايجي حيت كنت ناعس بالحوايج اللي خرجت بيهم. قوت ما عييت، ركبت في الطوموبيل وتحركت للسبيطار. ومن الصدمة كنت غندير كسيدة، كيفاش مراتي تقتل؟ وشكون قتلات؟ الطبيب ديالها؟ داك الصوت بدا كيرجع ليا لودني عاوتاني، وكنت فكر الجملة اللي سمعتها في الحلم. طالب الثاني تنفد، وجد راسك للطالب الثالث. وانا ساهي حتى كنت زدح مع الطوموبيل اللي كانت قدامي. الحمد لله الضربة كانت غير خفيفة. نزلت باش نشوف طوموبيلتي وطوموبيل الراجل شنو طرا عليهم. الراجل شافني مصدوم ومخلوع ووجهه صفر، ما هضرش معايا بزاف. قال لي اللي طرا دابا ما عندنا ما نديرو. قال لي غير المره الجايه رد بالك، ويحسب له بلي خايف من هذا الشيء اللي وقع ليا معاه، وانا خايف من حاجه اخرى. اول مره سمعته كيقول لي بلي الطلب الاول تنفذ، عاونها في الطلب الثاني، وملي فقت لقيت داك الحليب ما بقاش. ودابا سمعت باللي الطلب الثاني تنفد. ملي فقت قالوا لي باللي الدكتور مات. انا اللي جريتها للسبيطار بيدي، يعني انا فعلا اللي عاونتها. واللي كان خالعني اكثر هو الصوت اللي قال لي وجد راسك للطلب الثالث. كيفاش نستعد للطلب الثالث؟ واش ناويني انا اللي ندير ولا شنو؟ بقيت واقف قدام الراجل ومصدوم، حتى ركب في طوموبيلته وزاد، حتى انا ركبت في طوموبيلتي وزدت. وانا في طريق السبيطار ودماغي غايت فرقع بقوة التفكير. الاحتمال الوحيد اللي بقى قدامي هو ان مراتي بصح عندها علاقة بالجن وكتعاونهم وكتقتل بنادم وكتنفذ الطلبات ديالهم. يعني هادشي كامل كان من الاول حقيقي. غير دخلت للسبيطار كنهج، سولت الممرضة شنو اللي واقع. نعتات ليا بيديها على الشومبر ديال الطبيب، كانت خايفة مني. دخلت المكتب ديال الدكتور، لقيت الدكتور مصطفى كيهضر في التليفون. غير شافني حسيت حتى هو خاف مني. سالا لابيلو قال لي جلس. قلت ليه فهمني شنو واقع دكتور. قال لي ما طرا والو غير جلس. جلس وبدا الدكتور كيهضر معايا. كتبان لي يدو كترعد. قال لي مراتك طلبات باش تشوف الدكتور أسامة بوحدو. من موراها تعطل شوية، داكشي علاش صيفط الممرضة باش تشوفو. لقات الطبيب مرمي في الأرض والدم ضاير بيه، ومراتك جالسة حداه وكتبكي. سلمى جات عندي البيرو باش تهضر معايا وتقولها لي. مشيت كنجري حتى أنا باش نشوف شنو واقع. لقيتو ميت ومراتك واقفة حدا الجثة ديالو كتشوف فينا وكتضحك، وقالت لينا صافي راه مات، ويلا حاول شي واحد فيكم يبلغ البوليس ولا ياخد مني الجثة انا غنقتلو. حاولت نحل الباب ديال الغرفة ونخرج ولكن ما قدرتش، ما بغاش يتحل. سلمى بقات كتغوت وحتى شي واحد ما سمعها. من موراها مراتك قربات ليا وجهي في وجهها وقالت لي ما تنساش، الا ساق شي واحد الخبر غادي تموت. من موراها تحل الباب وخرجت بزربة، سديت عليها الباب بالساروت. مشيت للبيرو وقلت لسلمى ما تصوني حتى شي واحد حتى نقولها لك. نص ساعة وانا كنحاول نحلل شنو هادشي اللي وقع، كنحاول نقلب على اي تفسير علمي ولا طبي لهادشي اللي شفت.
سكت الطبيب وشاف فيا، قال لي شكون اللي قال لك باش تجي لهنا؟ قلت ليه راه الممرضه اللي اتصلت بيا. قال لي كيفاش؟ انا قلت ليها ما تصوني لحتى شي واحد. عيط لديك الفرمليه وقال ليها علاش اتصلتي بيوسف؟ يا قلت لك ما تصوني لحتى شي واحد. حتى هي تخلعت وقالت ليه والله ما اتصلت بيه. قلت لها كيفاش؟ على شكون اللي هضر معايا؟ جبت تليفوني باش نشوف الرقم اللي صونا عليا، ولكن ما لقيت حتى شي حاجه، كل شي تمسح. قلت ليه راه الرقم تمسح. قال سلمى سيري انتيا دابا. خرجت وزدت الباب. قال لي الطبيب يعني مراتك هي اللي اتصلت بيك؟ قلت ليه لا، هاد الصوت اللي هضر معايا غريب عليا، وكيفاش غتصوني عليا؟ ما عندهاش التليفون، منين جابته؟ وقف وبقى غادي جاي عليا ويقرب مني وقال لي انا من قبيله وانا كنحاول نحلل هادشي اللي قالت لي مراتك والتهديد اللي هداتني به. حتى لقيت البيرو تحل عليا وبانت لي مراتك داخله، وكان اللون ديال وجهها في شي شكل. سدات الباب وقربات ليا. قلت لها كيفاش خرجتي من الغرفه؟ انا سديت عليك بيديا. بدات كتضحك وقالت لي زعما الا سديتي عليا بالساروت كيحسب لك ما نقدرش نوصل لك. خفت منها بزاف. قالت لي ما تخافش، انا قتلت الدكتور اسامه حيت كان قربان، انت ماشي مطلوب. جاوبتها وانا خايف شنو كديري هنا؟ قالت لي ماشي من العدل انني نامرك دير شي حاجه ونخليك تفكر بوحدك. انا عارفه باللي انت متوتر وما عارفش تفكر، ولكن انا غنعاونك. غتصل بالبوليس دابا وغتقول لهم باللي الدكتور كان كيقاد الغرف على قبل شي مريضه غتجي غدا. هو يتعكل مع الزربيه وطاح على القنت ديال السرير ومات. وما تخافش انا راه قاديت كلشي، ضربته راسو مع السرير وجريت ديك الزربيه باش يبان بحال الا تعكل فيها، غادي يثيقوا بك. وحتى الا ما تاقوش انا غنعرف شنو ندير معاهم. يلا صوني البوليس قبل ما يجي يوسف باش يديني. اتصلت بالبوليس وغير ساليت لابيل لقيت قدامي. انا كنت كنسمع الطبيب وحسيت بحال الا كيعاود ليا حلمة. عقلي ما قدرش يستوعب هادشي اللي بغى يوصل ليا، وهي ان مراتي ولات شيطان. اللي كيقول هادشي هو دكتور متخصص، يعني ما كاينلاش نبقى نضحك على راسي ونقول باللي راها غير مريضه. بقيت كنشوف الدكتور وما بقيت عارف ما نقول ليه. قال لي يا سي يوسف مراتك ما كتعانيش من شي مشكله طبيه، راها كتعاني من شي مشكله روحيه، العلاج ديالها ماشي هنا، كاينين الناس اللي متخصصين في هذا الشيء. دي مراتك سير دابا. هذه كانت اخر كلمه قالها لي الدكتور، وعينيه عامرين بالخوف. انا ما كنت عارف ما ندير ديك الساعه، كنت خايف بحال الطبيب ولا اكثر. كان خاصني نديها ونمشي قبل ما يجيو البوليس. مشيت حليت البيت ويدي كامله كترعد، كنت متوقع نشوف شيطان كيتسناني مورا الباب. لقيت الدكتور اسامه فعلا طايح في الارض والدم داير به، وزهره جالسه في القنت ديال البيت حاطه يديها فوق راسها وكتبكي. غير شافتني ناضت عندي وعنقاتني، حسيت بالرعده طلعت معايا. بقات كتبكي وقالت لي راه بزز مني. كنت عارف ومتاكد باللي هادي اللي معنقاني هي زهره وماشي شي واحد اخر. عنقتها وقلت لها ما تخافيش، خاصنا نمشيو دابا يلا. جريتها من يديها وخرجنا. طلعنا في الطوموبيل ومشينا للدار. طريق كامله وهي كتبكي وكتقول لي انا ما عرفتش كيفاش حتى درت هذا الشيء، وانا كنت غير ساكت ما حاولتش حتى نعرف كيفاش قتلاته. في نفس الطريق سكتت زهره، شافت فيا شي شوفه كتخلع. قالت لي علاش ما طالقش الموسيقى؟ بقيت كنشوف فيها وانا مستغرب، ورجعت دورت راسي للطريق، خفت لندير عاوتاني شي كسيده. شويه وهي تطلق هي الموسيقى وبقات كتغني معاها. قالت لي الجو زوينه يوسف، دير بينا شي دويره قبل ما نمشيو للدار. ودوزنا عند ماماك، راني توحشت بنتي بزاف. فرانيت بالزربه وسولتها شكون انتي؟ ضحكات وقالت لي مالك يوسف، انت مريض ولا شنو؟ انا راه زهره مراتك. قلت لها لا انتي ماشي مراتي، انتي داك الحارس ولا ما عرف الشيطان اللي هضر معايا من قبل. قالت لي اش من حارس وشنو قال لك؟ عاودت خدمت الطوموبيل وزدت. قالت لي فين غادي؟
قلت لها غادي للدار، قالت لي وبنتي ما غنديوهاش؟ قلت لها لا غنمشيو للدار باش نساليو هذا الشي كامل، اليوم ما غيسالي كل شي. ابتسمت وقالت لي بصح عندك الحق، كل شي غيسالي اليوم. تكات على الكرسي ومشات، نعسات حتى وصلنا للدار. فيقتها من النعاس ناضت مخلوعة وعينيها كيدمعوا، بقات كتشوف فيا وساكتة. قلت لها يلا نوض احنا وصلنا. حليت الباب ديال الدار ودخلنا، سديت الباب وحسيت بالخلعة، كيفاش نقدر نعس معاها في بيت واحد وهي مسكونة، والدم ديال الطبيب اللي قتلاتو باقي في يديها. اكيد هاد النهار ما غيدوش بخير. قلت لها دخلي تنعسي في بيتك وانا غنعس في بيت مريم. بقات كتبكي وقالت لي لا انا خايفه نعس بوحدي، خليك معايا. كنت شايف في عينيها الخوف، ما عرفتش كيفاش داك الخوف اللي كان في الداخل ديالي تحول لعاطفه وشفقه. ملي شفتها كتبكي ما بقيتش عارف واش هي حمقى ولا مسكونه، ولكن اللي كنت متاكد منه انها كتحول لشي واحد اخر ماشي هي. اللي كيخلعني بزاف ولكن اللي متاكد منه دابا هي اللي واقفه قدامي، هي مراتي، مراتي اللي كان بغيها. قربت ليها وقلت ليها علاش قتلتي الدكتور؟ جلست فوق الكرسي وبدات كتغوت وكتبكي. قلت ليها راه ماشي انا اللي قتلته، انا ما قدرتش ندير داكشي. قلت ليها وشكون اللي قتلو؟ ناضت وعنقاتني وقالت لي انا ما باغاش نعس اليوم بوحدي، بقى معايا. قلت لها ما تخافيش انا معاك. بقيت كنهدن فيها وانا ما عارف ما ندير، مستحيل نعس في بيت واحد مع شيطان ولا مع مجرمة قتلت روحها غير دابا شوية. دخلتها للبيت وسديت عليها بالساروت، غير سديتو وسمعت زهراء كتضرب في الباب. ملي سمعت سوارت بقات كتحايل عليا باش نحل لها الباب. انا قلبي بقى كيتقطع عليها ولكن ما كنتش قادر نحل ليها. قلت لها غير صبري صبري غير اليوم، غدا غنجيب شي فقيه وغادي تولي لاباس. زهرة كانت خايفة بزاف كتقول لي بوسلك يديك عافاك ما تخلينيش بوحدي. قلت لها نعسي يا زهرة نعسي وغدا كل شي غيتحل. بقات كتبكي حتى صافي سكتات وقالت لي بصوت عادي صافي يا حبيبي سير تنعس، غدا غنشوفو موضوع هاد الفقيه. بقيت ساكت وما جاوبتهاش حتى طفى الضو ديال البيت. مشيت جلست على الكرسي اللي مقابل مع البيت وانا ما فاهم والو شنو هادشي اللي واقع. ما عرفتش شكون اللي داخل في هاد البيت وما عرفتش شنو خاصني ندير. اول مره ما بقيتش قادر نفكر، بديت كنرجع في دماغي قاع داكشي اللي طرا ملي جيت من الصفر، الكتاب اللي لقيته تحت راس مراتي، التعاويذ اللي قريت، الحلمة الاولى اللي قالت لي بلي الطالب الاول تنفذ، البرميل ديال الحليب اللي دوشات به مراتي، الشيطان اللي قجني وكان غيقتلني، الطبيب اللي دخلت ولقيته غارق في الدمايات، انا اللي عاونتها باش قتلاته، انا اللي ديتها للسبيطار، الطالب الثالث اللي امروني باش ندير، الحارس اللي قال لي بلي حنا مخلينك تعيش حيت مراتك بيننا وبينها الطيفه، الا حرقتي الكتاب غتموت. عطيت الزهراء الكتاب. كنت متوتر بزاف وما قادرش ارتب افكاري، حاس بلي كلشي دخل في بعضياته. اللي كنت فاهمه هو الا بقيت معاها في نفس الدار غادي نموت، خاصني نخرج نبات في شي بلاصه اخرى حتى نشوف شنو غندير غدا، ولكن الا خليتها بوحدها تقدر هي توقع عليها شي حاجه، ما نقدرش نخليها بوحدها ونخرج. تفكرت الكتاب، هادشي كامل اللي انا فيه بسبب داك الكتاب، انا خاصني نحرق هاد الكتاب. ودابا بديت كنعاود نسمع داك الصوت كيرجع ليا في ودني كيقول لي الا حرقتي الكتاب غتموت. كنحس بالعافيه كتشعل ليا في يدي، لقيت الكارو اللي في يدي حرقني، حسيت بها بحال شي اشاره على داكشي اللي كنفكر فيه، ولكن قلت واخا ما نحرقش الكتاب غنبقى في خطر، ولكن الا حرقته اكيد هادشي غيسالي. قصحت قلبي مشيت جبت الكتاب ورميته في الارض. انا قررت باش نحرقه هنايا في الصالون. دخلت الكوزينه وجبت الكول، شديت القرعه ديال الكول، غير خارج من الكوزينه ويتوقف زهرة قدامي. Thank you.
السلام عليكم، مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا خرجت من الكوزينة، لقيت زهرة واقفة قدامي. وجهها كان باهت ولونها مبدل، كنت شايف العروقة ديالها كيضربوا ومعصبة كتبان. غير شفتها رميت ديك الزاجة ديال الكول وبقيت راجع باللور. ديك الثقة والشجاعة اللي كانت عندي تحولت لخوف وهي واقفة قدامي وكتشوف فيا. كيفاش قدرت تخرج وانا سد عليها بالساروت؟ هاد الهضرة كنت كنقولها غير بيني وبين راسي. شفتها بدات كتضحك عليا وقالت لي راه حتى الطبيب قالك باللي كان ساد عليا بالساروت وخرجت. قالت لي ياك لاباس، علاش كنتي هاز ديك القرعه؟ شنو باغي دير بيها؟ داك الخوف اللي كنت حاس بيه خلى لساني يكون ثقيل، ما كنت عارف ما نقول. هي بقات كتشوف فيا وساكته وكتسناني نجاوبها. حاولت نشد فراسي وقلت ليها انت راك عارفه شنو كنت باغي ندير بيها. هي كتقرب مني وانا راجع للور حتى لصقت مع الحيط. قالت لي مالك زربان، راك اليوم غادي تموت، ولكن كنت باغي نخليك شي ساعات مازال تموت على يدين مراتك زهرة احسن ما تموت على يدي انا. سولتها وصوتي كان كيرجف، وجهها كان لاصق في وجهي. قلت ليها علاش غنموت؟ قالت لي احنا ما اختاريناش، انت اللي اختاريتي تموت ملي قررتي تحرق الكتاب. انا حضرتك شحال من مره، حتى مراتك زهره قالت لك انت ما فاهمش الخطوره ديال داكشي اللي كدير، وطلبات منك باش تبعد على الكتاب. هي راه فاهمه وعارفه داكشي اللي كيطرى بالضبط، حيت هي شافتنا ودارت معانا العهد. انت اللي اختاريتي. انا حسيت براسي كنتخنق وبزز باش كنطلع النفس. دفعتها بجهد باش تبعد عليا، ولكن واخا دفعتها ما بعداتش بزاف. بديت كنحاول نقصح قلبي وقلت كاينه غير موتة وحدة. بديت كنغوت وكنقول ماشي انت اللي تقرر امتى غادي نموت. شويه سعرات وجهها ولا احمر، ما بقاش باهت، عينيها ولاو كحلين كاملين، ما بقاتش كتبان ديك البيوضيه اللي فيهم. كانت كتخلع ديال بصح، واول مره غنشوفها بهذا المنظر. وقفات قدامي وقالت لي بواحد الصوت اللي ما عمرني ما سمعته من قبل. الصوت كان مختلف على الصوت اللي سمعته المرات اللي فاتوا. قالت اللي بغيتي، انت اللي قررتي. ما عرفتش علاش حسيت باللي اللي بان قدامي دابا ماشي هو اللي كان في المرات اللي فاتوا. انا كنت واقف ومصدوم من داكشي اللي كنشوف. مراتي تحولت ولات في شي شكل، واحد الشكل اللي ما عمرني ما شفت في حاله. بقيت جامد في بلاصتي، قلبي كيضرب في 90. شويه بعدات عليا وبقات واقفه وما كتحركش. بقيت غادي بشويه لجهه الكوزينه وكنشوف فيه وهو واقف كيشوف وما كيتحركش. هبطت وهزيت هذيك القرعه اللي كان فيها الكول وتميت غادي للصاله. رشيت داكشي بالزربه على الكتاب، وكنت كنحاول نقنع راسي بلي هادشي اللي شفت غير خيالات وتهيؤات، حيت الا كان بصح كاين شي جن راه غيمنعني باش نحرق الكتاب. خويت القرعة كاملة، نزلت وهزيت الكتاب، شعلت فيه العافية. كنت متوقع غير غنشعل البريكة الكتاب غيتحرق، ولكن ماشي داكشي اللي طرا. الدار كاملة بدات كتشعل فيها العافية. العافية شعلت في كل بلاصة دايرة بيا، في لي فوتوي وفي الطبلة وفي كل شي، وحتى في الريدوات وفي الحيوطة. شوية بان ليا هذاك الكائن اللي كان في صورة مرتي واقف وسط العافية. شوية بالي واحد اخر واقف حداه، لا ماشي جوج، ثلاثة. شوية بان الرابع والخامس، بدو كيكثروا بوحدهم وانا ما فاهم والو. بديت كنكحب، تخنقت وطحت على الارض. كنت كنقول صافي هذه النهاية، هذه كانت اخر حاجة تفكرت على هاد الليلة. ما حسيت براسي حتى فقت غدا في الصباح، مليوح في نفس البلاصة حدا الصالون. حليت عيني لقيت كل شي طبيعي وحتى شي حاجة ما تحرقات. اللي خلاني نوض هو زهرة اللي كانت كتدق في الباب ديال بيتها وكتطلبني باش نحليها الباب.
بديت كنحاول نستوعب بلي انا مازال عايش. قلبت على الكتاب ما لقيتوش، مشيت كنجري للبيرو، حليت المجهر وانا لقى الكتاب في بلاصتو، يعني الدار قاع ما تحرقات والكتاب قاع ما اداوه. ولكن كيفاش رجع لبلاصتو وانا كنت حاطه في الصالون باش نحرقه؟ سديت المجهر ومشيت للبيت ديال الزهرة باش نحل ليها الباب. غير حليت الباب حبسات داك البكا وحسيت بها فرحات وانا نجمعها معاها بواحد التصرفيقة. شديتها من يديها وزيرت عليها، قلت لها واش انتي بنادم ولا شيطان؟ ولا انتي مجرمة وقتلتي الدكتور؟ ولا انتي سحارة وكفرتي بالله؟ هي غير كتبكي وما قادرش تهضر، وانا شاد فيها وكنشوف فيها. شوية خرجت الهضرة وقالت لي انا زهرة، انا زهرة مراتك. جلست فوق السرير وبقيت ساكت حتى تهدنات زهرة وبدات كتهضر. قالت لي انا ما كنتش عارفه بلي هادشي كامل غيوقع، ملي عرفت بلي حتى انت وبنتنا مريم غادي تموتوا بحال اللي مات ولدنا حسام، قررت ناخد داك الكتاب من عند اختي حنان. كنت عارفه هاد الكتاب شحال خطير وما كانش خاصني نقراه، ولكن انا درت هادشي باش نحميكم. قريت واحد التعويذه في شي شكل، وملي نعست شفت شي واحد في الحلم وعرفني على راسو وعلى القبيله اللي هو منها. دار معايا العهد باش انت وبنتي ما يوقع لكم والو، ولكن بالمقابل غننفذ شي ثلاثة ديال الطلبات. الطلب الاول كان هو ندوش بالحليب. ملي درتو شفت شي واحد اخر في الحلم كان مختلف على الاول، عرفني حتى هو براسو بقبيلته وعطاني الطلب الثاني وقال لي الا بقيت محافظة على العهد انت وبريم ما غيطرى لكم والو. الطلب الثاني كان هو روح الدكتور. ملي رفضت الطلب ديالو شفتو تحول اللفعة، وديك اللفعة بقات غادية لجهة الدكتور. انت كنتي واقف حدا انت وبنتنا مريم، شوية ديك اللفعة تلوهت له على عنقه وقجاتو. قربت مني وقالت لي الى عاش الدكتور بنتكو راجلك غادي يموتو، انت اللي غتختاري وانت اللي غتقري. ديك الساعة انت فيقتيني من النعاس حيت كان عندنا رونديفو معاه. زهرة بدات كتبكي وقالت لي كون خيروني ما بين حياتي وحياة الدكتور اكيد كنت غنفكر، ولكن ملي الموت عندها علاقة بك انت ولا بنتي ما قدرتش، داكشي علاش وافقت ننفذ الطلب ديالهم. مشيت للسبيطار واخا كنت خايفة ندير هادشي، كنت كنقول انا مستحيل نقتل، حتى بالي الدكتور داخل عليا وكيقول لي شنو واقع، علاش عيطتي ليا؟ استغربت منه وقلت ليه انا ما عيطت لتا شي واحد. قال لي واش حاسه بشي حاجه؟ بقى كيسولني وكيهضر معايا، انا ما كنتش كنسمع له شنو كيقول. داك الصوت اللي في راسي كان كيقول لي يلا هذا هو الوقت المناسب، ضربه وحده مع القنت ديال الناموسيه وغادي يموت. بقى داك الصوت كيتعاود في دماغي وكيقول لي يا اما هو يا اما راجلك وبنتك. غوت وقلت ليه انا ما نقدرش ندير هاد الشيء، حتى لقيت داك الجن واقف قدامي وقال لي انا نقدر نعاونك الا كنتي انت ما تقدريش، انت غير طلبي المساعده ديالي وصافي. ديك الساعه قلت ليه عاوني. بديت كنحس بشي حاجه غريبه في الداخل ديالي حتى غيبت، وملي فقت لقيت الدكتور غارق في الدمايات وطايح في الارض، وسمعت واحد الصوت كيقول لي الليله غيكون اخر طالب. ملي جيتي وخديتيني من السبيطار كنت خايفة للناس بوحدي، ما عرفتش واش خفت من الدكتور وهو ميت ولا خفت من العهد اللي بيني وبينهم. انا كنت خايفة للناس ونشوفهم. قلت لي وملي نعست حلمت وبدات كتبكي عاوتاني. قلت لي شفتك نتايا، كنتي واقف حدا بنتنا مريم واللفعة كتقرب منكم، مرة منك ومرة منها. بقيت كنغوت حتى اللفعة خلاتكم، وقفت قدامي وقالت لي غير واحد اللي غيعيش والاخر انتي اللي غتقتليه، ولا ما درتيش هادشي بجوجهم غيموتوا، وهذا هو الطلب الاخير. فقت من النعاس مخلوعة، بقيت كندق في الباب حتى حليتي ليا. انا كنت كنسمع هادشي وما متيقش كيفاش مراتي حتى تعاملات مع الجن، كيفاش طلبوا منها حياتي ولا حياة بنتي. هاد الهضرة اللي كتقول زهرة كافية باش نطلقها،
ولا نبلغ عليها البوليس ولا قاع نقتلها، ولكن داك البكاء اللي كانت كتبكيه والملامح ديالها خلاوني حاس بلي خاصني نعاونها، خاص هادشي كله يسالي وتوب الله باش يسمح ليها. عنقتها وقلت ليها كلشي غيكون بخير، حتى شي حاجة ما غطر ان شاء الله. قالت لي وصوتها مازال ضعيف: طلقني يا يوسف طلقني. قلت لها غير يدوز هادشي على خير ونهضره، خليك في بلاصتك وما تحركيش. قالت لي فين غادي ما تخلينيش. قلت لها غير ساعة ونرجع لعندك. خليتها وخرجت وهي كتجري مورايا باش تلحق عليا. سديت الباب ديال الدار بالساروت، بقات فيا نخليها في هاد الوضع بوحدها، ولكن كان خاصني نلقى شي حل. اتصلت بهشام صاحبي، سولته على شي شيخ من هادوك اللي كيفكوا السحر والآمال، عطاني العنوان ديال واحد الفقيه. قلت ليه واش هذا كيعرف يفك السحر ويجري على الجن؟ قال لي كيفاش ما عرفتيش، راه معالج روحاني كبير وكيبان ديما في التلفازه، راه عالج بزاف الناس. خديت من عنده العنوان ومشيت للمكتب ديالو، لقيت بزاف ديال الناس في ديك الدار، ولكن واحد خونا واقف هو اللي كينظم الناس وكيعطي لكل واحد نوبسو. طلبته وقلت ليه عافاك خليني ندخل انا الاول، راني مزروب، هادي مساله حياه ولا موت. دخلت عنده كانت باينه فيا مخلوع بزاف، طلبت منه باش يمشي معايا للدار دابا. قال لي جلس بعدا شويه وتهدن. قلت ليه ما عنديش الوقت، راه مراتي تقدر توقع عليها شي حاجه، وانا ولا بنتي نقدروا نموتوا في اي وقت. انا عندي الفلوس ونقدر نعطيك داكشي اللي بغيتي، ولكن بغيتك تشوفها دابا، في الطريق غنعاود ليك كل شيء. كان ظريف بزاف وقال داك خونا اللي كينظم الناس باش ياخرهم شي ساعه. نازل معايا وانا نقول لي بلي مراتي ولات كتقرا الكتوبه ديال الجن وهي على اتصال بيهم، وطلبوا منها باش تقتلني انا ولا بنتي، وخايف الا رفضات يديروا فيها شي حاجه، وخايف الا وافقت تقتلني انا ولا تقتل بنتي. وصلنا للدار، زهرة كانت في بيتها وسادة على راسها، ولكن كانت فايقة حيث الضو كان شاعل. قبل ما يدخل الفقيه لعند زهرة سولني على الكتوبة اللي قرأتهم، مشيت حليت المجر وجبت الكتوبة، حسيت به تصدم اللي شاف دوك الكتوبة. قال لي هاد الكتوبة كيفاش وصلت لمراتك؟ ما يمكنش، راه هما كاينين شو قلال بزاف. شوية هو يشوف داك الكتاب اللي ما عنده لا عنوان لا والو، هو يتصدم، حسيت به تخلع اكثر ما تصدم. قال لي اش هذا؟ خدا الكتاب وبدا كيقلب في الصفحات، بدا مركز في داك الشي اللي مكتوب. شوية هو يسد الكتاب بزربة. قال لي كيفاش وصل هاد الكتاب لمراتك؟ وحتى لي نقرات منه. قبل ما نجاوبه قال لي فين هي مراتك؟ قلت لي راه هي في البيت. قال لي خاصني نشوفها دابا. ملي حلينا البيت لقيتها جالسه في الكرسي وحاطه رجل على رجل، غير شافتنا ابتسمت وقالت ليه كي دايره السي الفقيه؟ الفقيه سعيد. بقيت مصدوم وقلت ليها كيفاش كتعرفي الفقيه؟ قالت لي هي خلينا بوحدنا يوسف، درت شفت في الفقيه لقيته مخلوع، بقيت كنشوف فيه وكنتسنى ردة الفعل ديالو. قال لي صافي غير سير خرجو وخليني معاها. خرجت على برا وما كنت فاهم والو، المفروض الفقيه هو اللي كيسلم عليها وهو اللي يطلب مني نخرج ماشي العكس. قاطع التفكير ديالي واحد الحاجه اللي سمعتها بحال شي حاجه تخبطات مع الارض. مشيت كنجري للبيت وحليت الباب. ملي حليت الباب لقيت الفقيه سعيد جالس في الارض مقابل مع زهره، هي جالسه في الكرسي وحاطه رجل على رجل. سولته شنو هاد الصوت؟ قال لي خرج وسد الباب ما كاين والو. بقيت كنشوف فيه وانا مستغرب كيفاش كان جالس تحت رجليها، وزهره كتشوف فيا وكتضحك. خرجت سديت الباب وانا معصب، ما فهمتش شنو واقع لداخل بالضبط. مرعبة ليا الفقيه خارج من البيت ووجهه مخطوف. سد الباب وقال لي خليها تنعس ما تحاولش تفيقها. سولته شنو درتي؟ قال لي علاش ما قلتيش ليا باللي راك شفتيهم وهضرتي معاهم؟ قلت ليه كاينين بزاف الحوايج خاصني نعاود لك عليهم، ولكن انت اللي غير دخلتي سولتيني فين هي مراتي. قال لي صافي انا عرفت كل شي منه. قلت ليه شكون هذا اللي عرفتي منه؟ قال لي مراتك مسكونه بسببك انت.
ليه بسببي انا. كيفاش؟ قال لي هي قدرات تسخر الجن من بعد التعويذة اللي قراتها في هذا الكتاب، وماشي اي جن، الجن السفلي، ولا عندها عهد ما بينها وبينهم. ولكن ملي قررتي انت تحرق الكتاب، مراتك تسكنات باش تمنعك دير هذا الشيء، وفعلا هذا الشيء اللي وقع، وقدروا يمنعوك بدليل ان الكتاب في يدي. ها هو من مورا ما حاولتي تحرقه شحال من مره. واش عارف شكون اللي كتب هذا الكتاب؟ بقيت ساكت وكنشوف فيه، تفكرت الهضره اللي سمعتها من قبل. قلت ليه اه انا عارف شكون اللي كتبه. قال لي شكون؟ قلت ليه الشيطان. تصدم من اللي قلت ليه هاد الهضره، وقال لي واش هضرتي معاه؟ قلت ليه انا ما عارفش راسي معاه من هضرت، وما فهمش شنو واقع. اللي عارف ان حياتي وحياه بنتي في خطر، ودويت معاك باش تخرجنا من هاد الشي اللي حنا فيه. قال لي اسمح لي ما نقدر ندير لك والو، ما كاينش شي معالج في المغرب ولا في العالم كامل يقدر يعاونك. تعويذة وحده من هاد الكتاب هذا اقوى 100 مرة من دوك الكتب اللي كنا كنتعلمو فيهم. هذا راه من الكتب المدفونة. انا ما قادرش نستوعب كيفاش حتى وصل لي دمراتك، وكيفاش قدرت تبدا تقرا فيه. حنا اللي متخصصين وكنخافو من الكتب اللي في حال هادو. قلت ليه يعني شنو ما كاينش الحل؟ قال لي اه كاين الحل، ولكن غيعتمد غير عليا وعليك. قلت ليه شنو هو؟ قال لي انسى موضوع هاد الكتاب وانسى باللي راك شفتيه، انا غناخد الكتاب وغنحاول ندير معاهم عهد جديد يضمن حياتك وحياة بنتك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي الكتب اللي قريناها خلاتنا متصلين بالجن، ولكن الكتاب اللي قراته مراتك خلاها تتصل بالشيطان. يعني لا قدرت حتى انا نسخرهم بحال اللي دارت مراتك، غنقدر ندير بزاف الحوايج، ومن ضمن هاد الحوايج انني نخليهم يبعدوا عليك انت ومراتك وبنتك. سكت شويه وقلت ليه اكيد غيطلبوا منك شي طلبات. انا راه مراتي دارت بزاف الحوايج خايبين، راها قتلات ومازال طالبين منها تقتل عاوتاني. ضحك وقال لي انا درت اكثر من هاد الشي، ما تخافش يومين بالكثير وكل شي غيتحل ومراتك كترجع لك طبيعيه. خدا الكتاب ومشى. قبل ما يخرج قلت ليه وكيفاش غنعيش معاه انا في هاد اليومين؟ راه ممكن تقتلني في اي وقت. قال لي ما تخافش راه عاطينها مهله ديال 3 ايام باش تختار بينك وبين بنتك، يعني باقي عندنا الوقت اللي نقدروا نتصرفوا فيه. عطاني رقم تليفونه باش لو وقعت شي حاجه نتصل به، وخلاني ومشى. حليت الباب على زهره لقيتها ناعسه، سديته وخرجت جلست في الصالون. حسيت بالراحه ان الكتاب ما بقاش عندنا في الدار، وان هادشي اللي طاري لمراتي صافي غيسالي. ولكن اللي كان خالعني هو السي الفقيه. انا كنت متوقع انه يقرا القران ولا يدير شي حاجه اللي تفك عليها داك الجن اللي كانت متصله به، ويقول ليها بان هادشي اللي كدير كفر ويخليها تتوب، ولكن ما دارش هادشي، وعاد الطريقه الغريبه اللي تعامل معاها بيها. كان جالس في الارض تحت رجليها. انا ما كنتش عارف اللي جالس قدامه واش زهره ولا الجن اللي ساكنها. وعاد انا عارف باللي رجال الدين كيكونوا قوى من الجن، ولكن اللي شفتو انا العكس ديال هادشي. وكلامه كان غريب، وهو كيقول لي انا غنحاول ندير معاهم عهد جديد. والخوف ديالو اللي كان واضح ملي سمعني قلت ليه بلي دويت مع الشيطان. حتى ملي قلت ليه على الطلبات اللي نفذت مراتي، قال لي انا درت اكثر من هذا الشيء. شنو اللي ممكن يكون دار اكثر من القتل؟ وحتى الا كان القتل، كيفاش الشيخ يقدر يقتل؟ هذا باين ماشي فقيه معالج، هذا باين شي سحار. انا عطيتو الكتاب بيدي، انا خاصني نمشي نرجعو باش ما نكونش سبب في داكشي اللي غايدير به. نط حليت الباب ديال الدار، وقبل ما نخرج فكرت في شي حاجه اخرى. الا خديت منو الكتاب زهره غتقتل بنتي ولا تقتلني انا، وممكن تجبرني باش نقتلها. في كل الاحوال حياتي غتدمر. الامل الوحيد اللي بقى عندي هو الفقيه. انا كندير نفس الحاجه اللي كتكلم عليها زهره، وغنعتمد على السحار باش يخرجني من هذا الشيء اللي انا فيه. ولكن الموقف ديالي ماشي بحال ديال زهره، انا اللي تسنيت غير شويه غنموت. ولكن زهره كانت كتوهم باللي دايرين لها شي حاجه،
باللي ساحرين ليها، وهي اللي اختارت باش تمشي عند السحارة. ولكن انا ما كنتش قاصد نمشي عند السحارة، ولكن دابا عرفتو شنو خاصني ندير. حرت وما بقيتش قادر نفكر، وخوفي اللي كان مسيطر عليا خلاني نحس باللي كندير هادشي بزز مني، وما بقاش عندي الاختيار. بقى عندي اختيار واحد، هو انني نتسنى الفقيه ونشوف شنو غايدير. دخلت لبيت مريم باش نرتاح شويه حيت كنت عيان، وشحال ما ارتاحيت قبل ما نعس. حليت بيت زهرة باش نشوفها واش ناعسه باش نقدر نعس حتى انا. دماغي كان عامر بالاسئله وقلبي كان مقبوض عليا. غير حطيت راسي على المخدة نعست ومشيت، ما حسيتش براسي حتى صونا التليفون. هزيت التليفون لقيت الفقيه هو اللي كيصوني عليا، قال لي انا وصلت للحل ودرت اتفاق جديد معاهم. كاينه حاجه بسيطه خاصك ديرها وكل شي غيسالي. قلت لي اين اتفاق؟ قال لي ما نقدروش نهضروا في التليفون، خاصك تجي لعندي ودابا. وخا الوقت كان معطل ولكن ما قدرتش نتسنى حتى للصباح. قلت ليه نص ساعة وانا عندك. قال لي ما تجيش عندي لديك الدار، اجي عندي للدار الاخرى، هي بعيدة شوية ولكن باش نقدروا نهضروا في راحتنا. انصيفط لك لوكاليزاسيون في تليفونك. مشيت دوشت وبدلت حوايجي، طليت على زهرة لقيتها ناعسة. ركبت في الطوموبيل وانا كنفكر شنو هالطلب اللي غيطلب مني هاد السحار. كنحاول نفكر في شي حاجة حيت هادشي اللي غندير ضد المبادئ ديالي، وإلا خليت راسي للضمير ديالي ما غنمشيش. كان خاصني نلغي عقلي ديك الساعة باش نرجع نعيش حياة عادية مع مراتي وبنتي. بقيت الطريق كاملة وأنا مدابز ومخربق مع راسي، ما حيتي الخوف اللي كان حس بيه ولا الرغبة ديالي باش نعيش حياة طبيعية. وصلت للدار ديال السحار، ما كانش دار، كانت فيلا وجات جهة البحر خارجة على المدينة. نزلت من الطوموبيل وصونيت عليه، قال لي سد الباب ودخل، انا كنت سناك لداخل. حليت الباب غير دخلت وهي تشد عليا قلبي. لقيت واحد الجردة فيها بزاف ديال الشجر. الطريق اللي كنت غادي فيها ضيقة بزاف، الشجر اللي كان مزروع في ديك الجردة كان متشابك مع بعضياته. كنت حاس بشي واحد غادي في جنبي، انا ما شايفوش وما سامعوش ولكن حاس بالهواء ديالو حدايا. ملي حسيت بهذا الشيء بديت كنزرب، كنسمع صوت ديال رجلين كيتمشاو حدايا، الصوت غادي وكيقرب مني. بقيت مركز في اتجاه ديال الصوت حتى بان لي واحد خارج من داك الشجر. كان راجل كبير في العمر والشكل ديالو كيخلع. سولته شكون انت؟ قال لي انا الحارس. قلت ليه واش الحارس ديال الكتاب؟ قال لي اين كتاب؟ انا راه سي عمر العساس ديال الفيلا، كنت كنصايب لك القهوه. ملي قال لي السي سعيد بلي وصلتي خرجت باش نديك، تفضل معايا الطريق من هنا. ملي دخلت لقيت داك السحار كيتسناني، قال لي تفضل. اول كلمه قلت ليه هي شنو هو هذا الاتفاق الجديد والطلب اللي خاصني ندير. قال لي انت خاصك تطلق زهرة. جلست على الكرسي وحاولت نستوعب داكشي اللي كيقول. قلت ليه كيفاش نطلق مراتي؟ قال لي هذا الحل احسن بزاف ما يموت واحد فيكم، كون كنت في بلاصتك كنت طلقتها. قلت ليه ما كاينش شي حل اخر. قال لي اشرب قهوتك باش ما تبردش وانا غنفكر في شي طريقة اخرى ونحاول ندير معاهم اتفاق جديد. بقيت جالس وكنشرب القهوة، شعلت كارو وبقيت كنشوف فيه هو كيضحك. قال لي صافي لقيت الحل. قلت لي شنو هاد الحل؟ قال لي الحل هو تموت. صدمت من هضرتو، قلت لي الا كان الحل هو الموت ديالي انت شنو درتي؟ انا في جميع الاحوال كنت غنموت، انا عارف باللي راك سحار وانا ما غنخرج من هنا حتى ندي معايا الكتاب. نط باش ناخد الكتاب ونخرج. حسيت بكرشي كضرني بزاف لدرجة أنني رجعت نجلس. لقيت داك السحار ناض وقف قدامي، قال لي أنت أصلا ما غتخرجش من هنا، القهوة اللي شربتيها راها مسمومة، عندك 5 دقايق وغادي تموت، والجثة ديالك غنحرقها في الجردة اللي على برا كيف ما أنت كنتي باغي تحرق الكتاب. كنت كنحس براسي كنتقطع، ما بقيتش قادر نتحرك.
سولته علاش درتي هكا، قال لي بحالي بحالك حتى انا ما عارفش علاش هما اللي اختاروك. قرب مني وقال لي انا وليت واحد منهم، وحتى هما ولاو كيخدموني. من بعد ما قتلك غناخد القوة اللي كنت من ديما كنحلم بيها. كان حساب لي خاصني ندير بزاف الحوايج، ولكن تفاجأت ملي عرفت بلي راهم باغين يقتلوك غير انت ويحرقوا الجثة ديالك. داكشي علاش غنفد هادشي بلا ما نتردد. انا ما بقيتش قادر نطلع النفس، كنت حاس بروحي كطلع. غمضت عينيا وبقيت شاد في عنقي، وفي هاد اللحظة خديت واحد النفس عميق بحال هادوك اللي كيكونوا غيغرقوا. حليت عينيا لقيت راسي في بيت مريم، وبديت كنفهم بلي غير كنت كنحلم، وبلي داك السحار ما صوناش عليا اصلا. فقت مخلوع، لقيت راسي غير كنت كنحلم. داك الفقيه ما عيطش ليا، بقى راسي دارني. مع الدوره اللي كندور جهه التليفون تصدمت، لقيت داك الكتاب حدايا. هذا اش كيدير هنا؟ ياك كان عند الفقيه. نتواقف مخلوع ومشيت نطلع على زهرة، لقيتها ناعسة في بلاصتها وما تحركاتش. اش هاد التخربيق كيطرالي؟ رجعت لبيتي وزيت التليفون باش نصوني للفقي، حيت حاولت نقنع راسي باللي راه نسى الكتاب واخا انا متأكد باللي كان داه. صونيت له صونا شحال من مرة ومن بعد قطع. دازت واحد ربع ساعة وعاود صونيت له، هو يجاوبني الو، ولكن ما كانش صوت الفقيه. قلت لي عافاك كلم لي يا سي سعيد. قال لي عظم الله اجرك سي سعيد مات. كيفاش مات؟ يلا قبيله كان معايا. قطعت مع السيد وحتى التليفون في الجنب. مازال ما متيقش باللي الفقيه مات، زعما هادشي يكون عنده علاقه بالكتاب. انا اللي دخلته لهاد المشاكل، بقيت كنشوف داك الكتاب وانا خايف منه. مرة على مرة كنزيد نتأكد بلي هادشي ماشي لعب. الموضوع كبير وجوج الناس ماتوا، يعلم الله شكون غادي يموت من بعد. زعما تكون زهرة هي اللي قتلاتو. مشيت كنجري لبيتها وبديت كنحرك فيها باش تنوض. ملي فاقت قالت لي يوسف فين كنتي؟ ما جاوبتهاش على السؤال. قلت لها واش انتي اللي قتلتي الفقيه؟ قالت لي شكون هاد الفقيه، انا راه ما عرفتوش. قلت لها كيفاش ما عرفتيش؟ هو عاد كان عندك قبيله. قالت لي انا اخر حاجه عقلت عليها هي ملي جينا من السبيطار وزديتي عليا في البيت. انا يلاه فقت دابا فهمت بلي زهرة كانت مغيبه على الوعي والشيطان اللي كان صايقها. اذا ماشي بعيد تكون هي اللي قتلات. انا ملي نعست طاح الدوده، ولكن هي كيفاش حتى عرفات العنوان الفقيه؟ قاطع تفكيري صوت زهرة وهي كتقول لي فاش ساهي. قلت لها فيك وفي داكشي اللي كديري. عينها بداو كيدمعوا وقالت لي انا حلمت به. قال لي عندك 3 ايام باش نختار ما بينك وبين مريم بنتي، ولا ما اختاريتش حنا بثلاثه غنموتوا. قالت لي شنو بالك نقصر راسي انا؟ ولا عرفتي شنو دير؟ قتلني يا يوسف. هادشي احسن ليا بزاف من انني نختار ما بينك وبين بنتي. ما عرفتش علاش ما كنتش قادر نتعاطف معاها، حيت كنت كنشوفها هي السبب في كاع هادشي اللي طرا. جوج درواح مشاو بسببها. ما بقيت عارف ما ندير. كون كنت عارف باللي الا طلقتها غيسالي هادشي كون راني طلقتها، ولكن انا عارف باللي حتى شي حاجه ما غتبدل. هما راه طالبين حياتي انا. زهرة بقات كتبكي. قلت لها نوضي بدلي حوايجك. قالت لي فين غنمشي؟ قلت لها دابا تعرفي في الطريق. نزلنا وطلعنا في الطوموبيل. قلت لها تمشي تجلسي مع اختك حنان هاد 3 ايام. قالت لي انا باغا نشوف بنتي. قلت لها لا ما غتشوفهاش حتى يسالي هادشي. وصلنا لدار اختها، سلمات عليها وقالت لها مالكي كتبكي؟ جاوبت انا وقلت لها خاصك تسدي عليها بالساروت، حيت الا خرجت تقدر تقتلني انا ولا تقتل بنتي. غادي تبقى عندك هاد الايام بيد ما نلقاو شي حل. وردي البال ليها راه تقدر تقتل راسها. قالت لي حنان علاش شنو واقع؟ قلت لها منيت كتسولي شنو واقع؟ راه نتي السبب في كاع هادشي اللي حنا فيه. عمرتي لا راسها بالسحر والشعوذه، وهي مشات قرات داك الكتاب ديال النحس، وهادي هي النتيجه. ما بقيناش عارفين شكون اللي غيموت المره الجايه. قالت لي لا يوسف،
ماشي انا اللي درت هذا الشيء، انا شحال وانا كنقول لها خليني نحرق الكتاب، ولكن هي اللي بغات تقراه. زهرة قالت لي انا السبب في هذا الشيء ماشي اختي حنان، هي حاولت تمنعني ولكن انا درت اللي في راسي. قلت لها دابا ماشي مهم شكون السبب فيكم، المهم نلقاو حل. قالت لي واش ما حاولتيش تقلب على شي فقيه؟ قلت لها الفقيه جا عندنا البارح وقال لي باللي غيلقى لنا حل. قالت لي ايوا مزيان، غير بقى معاه راه يقدر يفك لكم هذا الشيء. قلت لها واش عرفتي شنو طرا ليه؟ قالت لي شنو؟ قلت لها راه مات. صدمات وحسيت بها مخلوعه. قلت لها عرفتي شنو السبب؟ 100% غيكون هو داك الكتاب. حنان بعدت على زهره، كانت خايفه منها بزاف. زهره بدات كتبكي وقالت ليها حبسيني عندك في هاد الدار وما تحليش عليا، وخا نقول لك راني كنموت خليني نموت. خوف حنان من زهرة تحول لشفقة، عنقاتها وقالت ليها ما تخافيش اختي كلشي غيتحل. خليتهم انا ومشيت عند امي باش نشوف بنتي. سولتني الوالدة مالك، ما بغيتش نخلعها. المهم بقيت جالس معاهم شوية ومشيت للدار. غير دخلت مع الباب قشعت شي واحد جالس في داك الكرسي وحال داك الكتاب. كان كيبان باقي صغير في الثلاثينات من عمره، لابس لبسة رسمية وجاب واحد الكارني ما عرفت شنو كيقيد فيه. سولته قلت ليه شكون انت واش دخلك لداري؟ قال لي معك البوليس. انا هنا باش نسولك على الفقيه سعيد اللي انت قتلتيه، جبت في بلاصتي ديك الساعة. قلت ليه واش من نيتك؟ كيفاش قتلته؟ انا اصلا ما مشيتش لعندو وما عارفش دارو فين جات. قال لي وباش عرفتيه تقتل في دارو؟ قال لي لقينا البصمات ديالك على الكاسة القهوة، راه كنتي داير ليه السم فيها. قال لي راه دوينا مع العساس وقال لينا بلي انت اخر واحد كنتي عنده، هو مات مسموم وانت اللي درتي له السم في القهوه، ومن بعد خرجتي كتجري ركبتي في طوموبيلتك وزدتي، وهذا الشيء اللي قالنا العساس ملي دخل لقاه ميت. هو كيعاود هذا الشيء وانا كنتفكر ديك الحلمه اللي حلمت. شديت في راسي وما فاهم والو، بقيت عارف راسي واش كنحلم ولا كنعيش الحقيقه. بقيت كنقول مع راسي ياك متى انا لبسني داك الشيء، حيت زهرة بوحدها اللي كانوا كيظهروا عليها دوك الاعراض، كانت هي كتغيب وهو كيحضر. ماشي بعيد حتى انا يكون طرا لي نفس البلان. قال لي داك البوليسي شنو كتقول في هذا الشيء؟ قلت ليه غنعاود لك ولكن ما غتثقش بيا. قلت ليه انا حلمت بهذا الشيء اللي كتقول، ولكن انا متاكد باللي ما مشيتش لعندو، هذا الشيء راه كان غير حلم، وداك السم راه كان على قبلي، هو اللي كان باغي يقتلني وماشي انا. قال لي وعلاش واحد في حاله غيبغي يقتلك انت؟ قلت لي راه حيت الجن طالب منه هاد الشيء. عاودت له كل شيء من الاول، كيفاش مراتي حتى قرات داك الكتاب واتصلت بالجن، وكيفاش ولاو كيطلبوا منها دوك الطلبات. قال لي وعلاش انت باغي تحرق الكتاب؟ قلت لي حيت الشيطان اللي كاتب هاد الكتاب وهو اللي كيقول لمرتي باش تقتل بنادم. قال لي فهمت، انت كنتي خايف لا يقتلك الفقيه، داكشي علاش انت قتلتي قبل ما يبالي بك. قلت لي لا انا ما يمكنش نقتل شي حد. قال لي واخا نثيقك انا حيت الكتاب قدامي، شكون اللي غيقدر يثيق بك؟ خصوصا كاع الادله ضدك وكاين شاهد كاع، انت خاصك تعترف بالحقيقه انت اللي قتلتيه. قلت لي انا ما عرفت حتى واش خرجت من داري ولا لا، انا فقط لقيت راسي في الفراش. قال لي نفرضوا كاع تخرج من هاد القضيه ديال الشيخ، ولكن ما تخرجش من القضيه ديال الدكتور اسامه، ياك انت اللي قتلتيه. قول لي واش انت ولا زهره؟ قلت ليه منين عرفتي هاد الشيء؟ قال لي الدكتور مصطفى قال لي على كل شيء. قال لي فين هي مدام زهره؟ قلت ليه ثق بيا راه زهره ما دارت والو، راه الجن اللي كيخليها دير داك الشيء. مشى بقى كيضحك وجلس في الكرسي وقال لي هاد الهضره ما غتنفعك في والو، نتوما كديروا فيها حماق، غيديوكم عند شي بسيكولوج وملي غيعرفوا بلي ما عندكم والو غيتحكم عليكم بجوج، واقل حاجه يقدروا يعطيكم هي 30 عام. من الاحسن تحاول تشوف شي حاجه اللي تقدر تخفف عليك الحكم. جلست في الكرسي اللي قدامه وقلت ليها هذه هي الحقيقه، راه مراتي بصح مسكونه ودابا راه طالبين منها تقتلني ولا تقتل بنتي،
واش كاين شي واحد بكامل قواه العقليه يبغى يقتل بنته؟ قال لي كاين واحد الحل. قلت ليه شنو هو؟ قال لي خاصك تلبس لمراتك هاد القضيه باللي هي اللي قتلت الدكتور وهي اللي قتلت الفقيه، وهكا غتخرج منها نتايا. الا قدرنا نثبتو باللي هي اللي قتلت اكيد غيتحكم عليها. قلت ليه ويلا عرفوا عندها علاقه بالجن ما غيحكموش عليها ياك؟ قال لي الشهاده ديال الدكتور مصطفى اللي كان كيعالجها ما غتفيدك في والو، حيت اصلا ما يقدرش يهضر، هي راه هداتو، داكشي علاش خاصها تموت قبل ما توصل للنيابه. قال لي انت اللي خاصك تقتلها. انا تصدمت من ديك الهضره، بوليسي كيفاش يقدر يقولها هكا؟ قال لي الا ما قتلتيهاش انت غادي تحكم عليكم بجوجكم، وإلا كان بالصح عندها علاقة بالجن كيف ما كتقول فراه الطالب الثالث هو تقتلك انت ولا تقتل بنتك، يعني غتموت غتموت. انا بقيتي فيا وبغيت نعتقك، داكشي علاش انا كنشوف الموت زهرة هو الحل، وتقدر كاع تقول لهم باللي الجن هو اللي قتلها وتعيش موراها انت وبنتك بسلام. اش كيقول هذا؟ واش حماق ولا شنو؟ بقيت كنشوف فيه وساكت ومستغرب الهضره اللي كتخرج من فمه، بحال الا كان حاضر لينا وعارف كل شيء. قال لي مراتك غلطات وخاصها تدفع الثمن، خاصها تحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي دارت. انا كنكره المشعوذين، داكشي علاش ما غتبقاش فيا وغنعاونك. بقيت كنشوف فيه، من بعد سولته قلت ليه كيفاش حتى دخلتي لهنايا لداري؟ عطاني نشوف الاذن ديال النيابه. بقى ساكت وما عرف ما يقول. قلت ليه شكون انت وشنو جاي دير هنا؟ واش انت بنادم؟ بعدا مع قلت ديك الكلمه هو يبدا يضحك. قلت ليه انت اكيد جن. قرب مني وجا وجه وحده وجهي، ديك الابتسامه اللي كانت على وجهه ما بقاتش، خنزر فيا وقال لي انا الحارس الكتاب. وفي لحظه الملامح ديالو تبدلوا، حسيت بقلبي كيضرب وكلي عرقت، الضبابة طاحت لي على عيني. قلت ليه واش انت جاي باش تقتلني؟ مشى جلس في الكرسي اللي مقابل معايا ودار رجل على رجل وقال لي احنا ما كنقتلوش، اللحم والدم اللي بحالك هما اللي كيقتلو، يعني اختار، يا اما انت غتقتل مراتك ولا هي اللي غتقتلك، نتوما البشر هما المجرمين. قلت ليه كيفاش مات داك المنشعويد؟ قال لي واش باقي ما بغيتي تفهم باللي مراتك هي اللي قتلاتو؟ انا كنت عارف راسي واقف قدام جن، ولكن الشكل ديالو ما كانش كيبان عليه خايب، كان مسيف على شكل راجل زوين بزاف. قلت لي الا ما كنتيش جاي باش تقتلني انت علاش جاي؟ قال لي انا ما بغيتش نبان لك بشكلي الحقيقي باش ما نخلعكش، انا جيت غير باش نعطيك حل داكشي اللي انت فيه. زهره الا بقات عايشه غتقتلك. قلت ليه الا مت انا غيتحقق داكشي اللي طلبته منها. قال لي انا كنت باغي نقتلك حيت كنتي باغي تحرق الكتاب، ولكن ملي حيدتي هاد الفكره من دماغك ما بقيتش باغي. قال لي وزيدون سعيد وزهره كانوا غير عبيد عندنا، حيت هما اللي جاو عندنا واتفقوا معانا وداروا معانا العهد، اما انت حر، داكشي علاش انت اللي خاصك تعيش. قال لي ومن بعد نقدروا نديروا انا وياك اتفاق. ملي سمعت ديك الهضره مشيت حتى لعندو وقلت ليه انا ما عمري ما غنتفق معاك، ومراتي ما عمرها ما غتقتلني، وانا ما عمري ما غنقتلها، وانا غنحرق داك الكتاب. ابتسم ليا، انا كان يحسب لي غيتعصب وغيتحول. قال لي هاد الكتاب راه انا حارس عليه من شحال هادي، ملي تكتب اول مره وانت عارف بلي نقدر نقتلك وانت دابا قدامي. قلت ليه كون كنتي قادر دير هادشي كون راه درتيه من شحال هادي، والدليل انك قلتي باللي ما تقدرش تقتل وباللي البشر هما اللي كيقتلوا. قال لي عندك الحق، انت ما غتقتلش مرتك ومرتك ما غتقتلكش، داكشي علاش اختارت تقتل بنتك في بلاصتك نتايا. ما قدرتش نستوعب هضرتو حتى سمعت تليفوني كيصوني، ملي جاوبت لقيتها الوالده قالت لي باللي زهره جات تشوف بنتها، دخلت باش نصايب ليها اتاي وملي خرجت ما لقيتهاش لا هي ولا البنت. قبل ما نحط التليفون قال لي هذاك الجن عيط لزهرة وسولها على بنتك، سولها شنو دارت بيها. داكشي اللي درته بلا ما نفكر، جبت النمرة ديال زهرة وصونيت ليها،
يدي كاملة كترعد، بقى كيصوني شوية وما يقولوا لي الرقم غير متاح. قطعت عليها وصونيت على حنان، وحتى هي نفس الحاجة، التليفون ديالها مسدود. بقيت مصدوم وما عارف شنو ندير، وكنفكر فين غتكون دات زهراء بنتي. طلعت عندك الجن لقيتو باقي كيضحك، قال لي حنان وبنتك راهم باقين عايشين، وإلا قدرتي تعتقل البنت هاد المرة فالمرة الجاية ما غتقدرش، حيت زهرة غتحاول مرة وجوج وثلاثة بلا ما تعذب راسك. راه ولات كتشكل خطر عليك وعلى بنتك، داكشي علاش قلت لك خاصك تقتلها. قرب ليا وقال لي ماشي غير زهرة اللي عندها الحق تختار ما بينك وبين بنتك، حتى انت دابا عندك الحق، فكر في بنتك هي اللي مهمة. ما فكرتش بزاف، هزيت السوار ديال الطوموبيل وخرجت. لقيته واقف قدامي، قال لي المسافة من هنا حتى البلاصة اللي فيها زهرة هتاخد لك شي تولت ساعة، ولكن مراتك هتقتلها من هنا ل10 دقائق. هبطت في الدروج، ما قدرتش نستنى لاسونسور، وانا نازل وانا نسمعو كيقول زهرة خاصها تموت يوسف. طلعت في الطوموبيل ومشيت بأقصى سرعة عندي، كان خاصني نعتق بنتي ونوصل قبل ما تقتلها. الكلام ديال داك الحارس بقى في ودني لدرجة أنني فعلا بديت كنفكر نديرو. وأنا ماشي في الطريق حتى بانت ليا زهرة واقفة قدامي، دورت الفولون اليمين وعاوتاني دورت اليسار، بقات الطوموبيل كتلعب بيا بسبب السرعة اللي كنت غادي بيها. كون ما كانش الطريق خاوية أكيد كنت غندير شي كسيدة. حبست الطوموبيل وهبطت منها، ولكن ما لقيت حتى شي واحد في الطريق. شفت في الساعة لقيت دازت 6 دقائق، رجعت للطوموبيل. بقيت كل شوية كنشوف في الوقت وكنشوف في الطريق، غادي في الطريق وكل ساعة كيبان لي وجه زهرة في شي بلاصة، ولكن كنت متأكد بلي هادشي غير خيال، الشيطان كيلعب عليا. شوية كنشوف في الوقت كنلقاها سالة وانا باقي ما وصلت. زدت في السرعة اكثر حتى وصلت لدار حنان، ولكن للاسف وصلت معطل 3 دقائق. بقيت كنخبط في الباب باش تحل ليا، حلت ليا حنان، دفعتها ودخلت. لقيت زهرة جالسة في الفوتوي ومريم جالسة حداها. جريت البنت وعنقتها ودرت في حنان، قلت ليها ياك قلت لك تحبسيها 3 ايام، ياك قلت لك راها ناوية تقتل البنت، كيفاش قدرتي تخليها تخرج من هنا؟ وانا امنتك عليها، راه مشات حتى لعند امي وجابت البنت. ما كفاكش داكشي اللي درتي لنا، انتي سبب المصائب كلها. قالت لي راه ما خليتهاش تخرج، انا متاكده باللي كانت قدامي. شويه حنا سمعوا الدقان في الباب، ملي خرجت لقيت مريم بوحدها واقفه في الباب. سولتها شكون اللي جابك، قالت لي ماما اللي جابتني لهنا، ولكن والله ما تحركات من حدايا، كانت جالسه حدايا. قالت لي راه صونيت لك باش نقولها لك ولكن ما جاوبتينيش، داكشي علاش كنت غنلبس حوايجي ونجيبها لك حتى للدار. غير زهرة بقات شادها وكتقول لي خليني نلعب معاها شويه. زهرة كتبكي وكتقول لي هادي راه بنتي، كيفاش غنقدر نأديها؟ انا ما تسوقتش ليها وخليتها كتهضر. تفكرت كلام داك الجن ملي قال لي زهرة غتحاول مره وجوج وثلاثه، زهرة الا بقات عايشه البنت غتموت، خصوصا انها ما كتحكمش في راسها وكتغيب. ملي كيلبس هذاك الشيطان كيولي يدير ما بغى. زهرة خاصها تموت. قاطعتني زهرة اللي وقفت قدامي وقالت لي قتلني يا يوسف. هاد الكلمه اللي قالت لي خلاتني نحيد داك التردد اللي كنت كنحس به، وسهلت عليا داكشي اللي كنت باغي ندير، حيت هي اللي كانت باغا تموت. حنان عنقاتها وقالت لي انت اكيد غتولي لاباس. بقاو كيتباكاو بجوج. قلت لها وانا كنستهزئ بيها، انت اللي كنتي خدامه مع الفقيه، شوفي لنا شي حاجه اللي تبعد علينا هاد التخربيق. جاوبتني وهي معصبه، قالت لي انا غلطت بالصح، ولكن انت ماشي الله باش تبقى تحاسب فيا، انا تبت وما بقيتش كندير داكشي. قلت لها لا غادي نحاسبك، حيت الغلط اللي قلتي باللي راك تبتي منه ها هو واقف قدامك، شوفي حالة اختك. بنت لي زهرة جايه لجهتي وبغات تحط يديها على بنتي وانا ندفعها. قالت لي والله ما كنت باغي نقتلها، كنت غير كنلعب معاها. انا ما كنتش باغي البنت تسمع هاد الهضره، قلت لها تمشي تلعب في البيت الاخر. هي قالت لي انا بغيتك تقتلني حيت خايفه على البنت. بقات حنان كتقول لي انا حاولت مع زهره حتى عييت، ولكن هي اللي بغات الكتاب وهي اللي دارت هاد الغلط،
شفت فيها وقلت ليها عندك الصح، زهرة اللي غلطات وهي بوحدها اللي خاصة تتحمل العواقب ديال هاد الشي. شفت الزهرة وقلت ليها البسي حوايجك يلا نمشيو. شدتها حنان وقالت لي فين غادي بالمرأة، قلت لها غنمشيو للدار. قالت لي خليها معايا هنايا انا حاضياها. قلت لها ما حدا معاك عاد يكثروا المصايب. زهرة تبقى معايا هاد 3 ايام حتى يساليو. من طريقة الهضرة ديالي حنان فهمت بلي ناوي ندير لها شي حاجة. مشات زهرة بدلت حوايجها وخرجت معايا انا وبنتي. درت البنت حدايا وزهرة بقات اللور. كل ساعة فيما كنشوف في المراية كنلقاها كتشوف فيا شوية وهي تقول لي يوسف خلي البنت تجي تجلس حدايا. قلت لها لا سكتي وسدي فمك البنت غتبقى معايا. قالت لي انا عارفك شنو باغي دير وبالعكس انا متقبله هادشي حيت المود ديالي غيكون هو الحل ديال هادشي اللي نتوما فيه. قلت لها انا سكتي راه البنت كتسمع. قالت لي خليني غير نجلس مع البنت شويه. تصدمت ملي سمعت هضرتها باللي راها متقبله تموت. جرات البنت لعندها وجلست معاها اللور وكتلعب معاها. ما فهمتش كيفاش قدرت تلعب معاها وهي عارفه راسها قربت تموت. قولها غير شي سوايع. كل دقيقة كنشوف في المراية كنتسناها تحول ولا دير شي كارثة باش نزيد نتأكد باللي موتها هو الحل الوحيد اللي بقى ليا. ولكن كانت كتبان طبيعية ووجهها زاد زيان واخا كانت كتبان مقلقة. ولكن وجهها فكرني في النهار الأول اللي تلاقيت معاها فيه وتفكرت قاعد داكشي الزوين اللي دوزنا. أنا كنبغي مراتي ولكن ما عندي ما ندير خاصها تموت. انا عارفة دارت هادشي غير على قبلنا ولكن دابا على قبلنا خاصها تموت. فيما كان كيجي وجهي في وجهها كتدور وجهها لجهة البنت حسيت بها باغا تشبع مني حتى انا. شوية شافت فيها نيشان في عينيا بقات كتضحك وقالت لي يا كي يوسف ديما كنقول لك اطلق الموسيقى. ديك الساعة ملي سمعت ديك الهضرة فرانيت. رجعوا دوك الشوفات ديالها اللي كيخلعوا شفتها كتلعب في شعر البنت وشافت فيا. قالت لي ما تخافش يا يوسف واش كاين شي واحد كيضر بنته. قالت لي ياك قلتي بلي انا اللي غنموت هو صافي انت اللي غتربي بنتنا مريم. باقا ما كملتش هضره ساعه حتى بدات كتعوج. خطفت البنت بالزربه. زهره غيبات هزيتها وطلعتها للدار. ديت مريم عند جارتنا سعاد. دخلت زهرة ونعستها فوق السرير وبقيت كنتسناها باش تفيق وكنفكر في شي طريقة باش نقتلها. طاحوا عليا شي افكار في شكل لدرجة اني شكيت بلي ماشي انا اللي كنفكر بحال شي واحد اللي كيملي عليا هاد الافكار. قبل ما نبدا ننفذ داكشي اللي فكرت فيه حتى لقيت زهرة فاقت. جات قربت مني ودارت يديها على فمي. كانت فرحانة بحال الا اول مرة غتشوفني. قالت لي الحمد لله يوسف انا باقا عايشة. انا سمعت داك الجن اللي كان كيهضر معاك ملي كنا في الطوموبيل وهادي كانت اول مره غنسمعو. انا استغفرت الله ملي كنت كنلعب مع بنتي حيت كنت عارفه راسي ما بقى لي والو وغنموت. ودابا ملي كنت مغيبه كيسحب راسي واش مت ولكن انا فقت وبقى عايشه. شدات لي في يدي وقالت لي راه باقي عندنا امل يا يوسف باقي عندنا امل. انا كنشوف فيها وما فاهم والو. ما عرفتش واش نفرح حيت باقي عندنا امل ولا نحزن حيت كنت غنقتلها. شويه حسيت براسي ما كنسمع والو. شايف زهره كتهضر قدامي ولكن ما كنسمع حتى شي حاجه. ملي شفت في جنبي لقيت داك الحارس الكتاب كيشوف زهره ولكن هي ما كتشوفوش. انا بوحدي اللي كنت كنشوفه. بقى كيهضر وقال لي يقدر يجيك هاد الشي صعيب ولكن راه خاصك تقتل مراتك على قبل بنتك. الا بغيتي تخليها خليها ولكن انت اللي غتحمل المسؤوليه حتى تقدر تقتل بنتك في اي لحظه. من موراها انت غتنوض وتقتل مراتك وغتصدق فقدتي جوج الناس اللي قراب ليك. ولكن الا قتلتيها انت دابا غتخسر غير انسان واحد. كما قلت لك اللي غلط خاصو يتحمل المسؤوليه. هو كيهضر وباقي كيشوف زهره اللي كانت كتشوف فيا وكتهضر معايا. انا ما كنسمع والو من غير داك الحارس. شاف ليا في عينيا وقال ليا علاش ما تقطعش ليها العروقه ديال يديها وتخلي في الموس البصمات ديال يديها غتبان بحال الا منتحره. يلا سر جيب الموس. دوك الوساوس بداو كيلعبوا لي بدماغي. انا كنت كنحاول نحيد الفكره ديال انني نقتلها. داكشي اللي كان كيطيح لي في دماغي كان كيقولو بالضبط.
كلامه خلاني نغير رأيي ونرجع نفكر باش نقتل زهرة. من بعد رجعت كنسمع صوتها، قالت لي فاش ساهي واش كنتي كتشوف شي واحد؟ هزيت راسي بآه، قالت لي باينه قالك قتلني. ما ديتهاش فيها ومشيت الكوزينه جبت الموس، ما عرفتش واش غنقدر ندير هكا ولا لا. قربت ليها حطيت ليها الموس على يديها وهي ما قاومت ما والو. داك الجن كان واقف جنبي وكيشوف زهره بحال شي حاجه عيفاته، كيقول لي يلا شنو كتسنى. داك الجن كان واقف جنبي وكيقول لي يلا شنو كتسنى. قبل ما نضربها بالموس حتى كنسمع الدقان في الباب. داك الجن اللي كان حدايا شاف في الباب ووجهه تبدل، ما قدرش نقول خوف ولكن التعبيرات ديال وجهه بحال تصدم. مشيت باش نشوف شكون هو، بدا كيغوت وكيقول لي غتجبد على راسك هاد المشاكل، قتلها وعاد سير حل. بقيت كنشوف فيه وكنشوف في الباب وكنشوف زهرة. قررت انني نحل الباب، يمكن درت هكا غير باش نتهرب وما نقتلش زهرة. ملي حليت الباب شفت حنان ومعها الوالدة ومعهم واحد الراجل كبير في العمر وواحد الدري. حنان مشات بزربة نقات اختها وقالت لي واش انتي بخير؟ الوالدة قالت لي ملي طرالك هادشي كامل علاش ما عاودتيهش ليا؟ داك الراجل الشيباني سلم عليا ودخل مشى كيشوف زهرة. انا واقف وما فاهم والو، شنو اللي واقع؟ الوالدة قالت لي حنان عاودت لي على كل شيء، خافتك لا تدير لزهرة شي حاجة، علاش درتي هكا وعلاش ما عاودتي ليش؟ قالت لي هذاك راه واحد الراجل عنده البراكة وعالج شحال من واحد، راه كان صاحب باك الله يرحمه، على الله يكون دواها على يده. انا بقيت كنشوف على اليمين والشمال، كنقلب على داك الحارس الكتاب ولكن لقيتو اختفى. بدا داك الشيباني كيحط يدو على راسه وكيقرا في القران. بدات زهره كدير شي اصوات كيخلعو ولكن داك الراجل ما تحركش من بلاصتو. فرق كبير بينه وبين داك السحار ديال سعيد، بقى كيقرا ديك الايه ديال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ديك الايه خلاتها كتغوت بحال الا كتحرق من الداخل. زاد كيقرا في القران وزهرة عواجت وعد ما كتزيد تغوت. خدا قرعة الماء من داك الدري اللي كان حداه باش يشربها ليها. زهرة ضربت له ديك القرعة الماء حتى تهرسات. بدا كيقرا في آيات الكرسي وشي آيات اخرين. كانت هذيك اخر حاجة سمعتها. من بعد طاحت لي الضبابة على عينيا، ودنيا ولاو كيصفروا وما بقيت كنشوف الناس اللي دايرين بيا. الحاجة الوحيدة اللي شفت هي داك الحارس، قال لي هذا هو اتفاق يوسف، بغيتي تخونني؟ قلت لي انا ما عمري ما درت معاك شي اتفاق. ضحك بواحد الصوت كيخلع وشاف فيا وقال لي واش حساب لك بهاد البساطه تقضي عليا؟ انت راك غالط، شتي واخا تقضي عليا انا راه غيبقى الشيطان اللي غيكون ديما تابعكم وهو اللي كتب هاد الكتاب، وغيجي شي حارس واحد اخر مورايا وغيكمل المهمه اللي ما قدرتش نديرها انا. مهم ما غاديش تهناو في حياتكم، غنبقى ديما في دماغك، داكشي اللي في الدماغ عمرو ما كيموت. قال لي انا غادي في حالي ولكن جيت غير نفكرك باللي راك كان بيناتنا اتفاق وانت ما التزمتيش به، وجيت نفكرك عاوتاني باللي قلت لك ما تحلش الباب وانت مشيتي حليتي وجبتي على راسك الصداع. من موراها سال داكشي كامل. بانت لي زهرة مغيبة ومتكية فوق الفراش، الوالدة وحنان حداها وداك الراجل الكبير قدامي. قال لي الحمد لله داكشي اللي كان راه مشى فحالو. انا واخا كنت مخلوع ضحكت، قلت ليه يعني زهرة ولات لاباس؟ قال لي الحمد لله، انت ولدي علاش ما كنتيش كتقرا لها القران؟ على الاقل كون جبتي لها شي فقيه يبقى يقرا عليها. مشيت لحداه وقلت ليه في ودني راه حتى انا كنشوفهم وكيهضروا معايا. بقى كيستعيذ بالله وقال لي واش كتصلي؟ قلت ليه غير مرة. قال لي ما حدك ما كتصليش، راك فاتح ليهم الطريق باش يسيطروا عليك، الشيطان ضعيف ولكن انت اللي كتعطيه القوة ديالو. قال لي خاصك تبدا تصلي وتقرب من الله، حتى شي حاجة ما غتقدر عليك، وخا يجي اللي جا حتى دوك الوساوس ما غيبقاوش. كلام هاد السيد ريحني وقررت باش ندير داكشي اللي قال لي. قبل ما يخرج وريتو داك الكتاب وقلت ليه هذا هو الكتاب اللي جبدنا هاد الصداع كامل. عطاني الكتاب وقال لي نوض حرقه.
كنت خايف لندير هاد الشي. قال لي نوض حرقه بيديك باش تأكد بلي هاد الشي سالة وبلي حتى شي واحد ما يقدر يقرب منكم عاوتاني. كلامه شجعني، خديت البريكة وشعلت في الكتاب. الكتاب تحرق، رميته في الأرض وبقيت كنشوف فيه هو كيتفرتت. حسيت بالراحة وفهمت بلي قاعد داكشي اللي كنا كنعانيو منه صافي سالة وزهرة غادي ترجع لطبيعتها. مشيت وصلت السيد للباب ورجعت، لقيت الكتاب تحرق، ولكن الغريبة أن الرماد ديالو كان غير شوية مقارنة بالحجم ديالو، بحال إلا حرقت غير ورقة ماشي كتاب. فقت زهرة ومشيت باش نطمئن عليها. مشيت جبت مريم من عند جارتنا، أمي وحنان مشاو في حالهم. جلسنا أنا وزهرة ومريم. هاد الجلسة كانت بالنسبة ليا حلم، الحمد لله ملي ما تحرمتش من شي وحدة منهم. دازت 3 أيام على داك النهار. زهرة كانت كل نهار كتقرأ القرآن وكتصلي، أنا بوحدي اللي كنت كنحس بشوية دلعية. ما كنتش بديت الصلاة ديك الساعة، كنت كل نهار كنحلم بالحنوشة. زهرة قالت لي بلي ديما كنبقى نغوت في الليل، ولكن أنا ما كان أقل على والو. قالت لي زهرة بلي غادا تعيط لداك السيد اللي عالجها باش يجي يشوف مالي. ما عرفتش علاش بقات كدور لي في بالي ديك الهضره ديال داك الحارس اللي قال لي غنتقمو منك. خفت داكشي لا يرجع تاني، داكشي علاش قررت نعاود لكم ما قصتي. وهذه هي قصتي مع كتاب الشيطان. نتلاقاو في قصة جايه. السلام عليكم.